مادام دخلنا في النصف الاول من شهر رمضان، وايضا لان شهر رمضان يشهد كثير من ربما الزيارات ومن الازدحام، ربما ارتأت الحكومه ان تمدد الحجر الصحي، خاصه وان مازال كورونا يشهد ارتفاع عدد الحالات. والاكتظاظ كما ذكرتي خصوصا في المترو ومواقع في محطات المترو اللي القاعدة من احترام من قبل المواطنين، مش في الجزائر، هذه في فرنسا. صحيح، في فرنسا، اللي ما لقاش احترام لقواعد الوقاية من فيروس كورونا. احنا المترو مازال ما انطلقش، مازال المترو. هاد الصور اللي انا نشوف فيها هي لفرنسا. امس بعد عودة التلاميذ، عودة المتمدرسين الى مقاعد الدراسة، وين عادت رفع جزئي وين عادت الحياة مجددا الى الشوارع الفرنسية. وكنا نشوفوا هاد الصور اللي قالوا عليها الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي انه كاين ازدحام في المترو. نذكروا فقط باللي الحياه عودت رجعت بنسبه كبيره الى شوارع الفرنسيه في المترو او الترامواي او حتى في محطات نقل المسافرين على مستوى القطار. والمواطن الفرنسي صار متوحش انه يعمل جوله عبر المترو، من خلال المترو، وانه يدخل حياته العاديه ويرجع الى روتينه اليومي، الروتين اللي كنا ندمره منه في حياتنا العاديه، لكن الان صرنا ابسط الامور وابسط يعني نتوحشوها. صح؟ صح. اذا اليوم يصادف اليوم العالمي للممرض، مجمع الشروق بهذه المناسبه يقدم اسمى ايات التهنئه الى كل عمال القطاع. هذا الاحتفال جاء في ظروف عصيبه جدا وحرجه جدا. اذا كما قلت يقدم مجمع الشروق اسمى عباره الشكر والتقدير لسلك الممرضين والممرضات، ويترحم على من غادر منهم الحياه وضحى بنفسه من اجل امن وسلامه المواطن الجزائري. وتحيه الى كل الجيش الابيض، كل من يرتدي المئزر الابيض واللي يسعى دائما لسلامه وامن المواطن الجزائري. اذا كانت هذه اخر خبريه من في محطه احوال الناس، نروح على فاصل، من بعد راجعين. يلا تفضل. الحمد لله. مرحبا بك. يعيشك طحبك الجنة حبيبتي. صافا لاباس؟ الله يبارك باللحظة، يبارك في سلامتك ان شاء الله. كي شفنا الجفلة بيقول كسرة كسرة. الله يبارك. هذا اللي خيرتيه لا ديغنيغ فوا، هذه اللي كنت قلت لك عليها الصالحات. مرحبا بك ناديه. يعيشك ويسلمك. شراكي صافا؟ الحمد لله. لطفي شراك صافا؟ اهلا ناديه، وشراكي لاباس؟ صافا وانتك مليح؟ الحمد لله. الحمد لله. مساء الخير مشاهدينا الكرام. اليوم منو خيرته فضيلة، شربة بيضاء، كسرة الأعشاب، زرودية مشرملة، ومخيطة. ومخيطة. نعاودوا، عندنا اليوم كسرة تاع الأعشاب، سبع أعشاب ولا ثلاثة أربعة؟ شوية شوية. نعناع، عدنوس، أربعة. كسرة الأعشاب، وعندنا شربة بيضاء صحية، وعندنا مشرملة تاع زرودية، وعندنا مخيطة. نبداو؟ وي، نبداو بشريبة. نسحق حبة بصل كبيرة. كبيرة ولا جاتكم صغيرة؟ لأن زوج حبات بسكية اللي تخطر لنا الشربة ديالنا. نسحق حميص، شوية حميصة طايبة. نسحق صدر تاع دجاج، هي تجي مليحة في صدر دجاج، بصح اللي يحب يدير ليكويت يدير. نسحق شوية فيوندا شي كتوفي كمية ماشي كبيرة، جوست باش نزكي الشريبة تاعي. نسحق المعدنوس درتو ربطة باش نرميه في الشربة. نسحق زوج بيض، واحد نديرو لا فيوندا شي، واحد نعقد به الصفا نعقد به. نسحق شوية لا شابور فيغميسال، قرفه دو بريفيرونس قرفه عود، فلفل ابيض باش الشريبه تاعنا ما تجيناش لاصوص تاعها كحله، ملح، معدنوس، وحبيبه قارص. الله يبارك. اها نبداو؟ نبداو، نبداو نقليو عادي. هذه عاودتو رجعتوها، هذا عندي بزاف ما شفتهاش. جديده هذه؟ لا لا هذه تاع اول يوم، اول يوم زينا. وما خباوها كي عجبتني. وما خباوها دوكا عاودتو. انا عجبتني. ندير لهنا شويه زيت. شربة بيضة صحية وما فيهاش خفيفة. كاين ناس مرضى اللي عندهم مثلا الكولون عصبي او عندهم بعض الامراض تاع المعدة ما لازمش ياكلوا الطماطم. فوالا دو بريفيرونس انا نحبها شربة بيضة تجي خفيفة. حتى الانسان كل ما يكبر ينقص شوية في بعض المواد اللي تضر كيما الطماطيش كيما لا. احنا من الفريق يضر في اللي عندهم الكولون. صح. هو من شربة بيضة مليحة. دير لهنا ملعقه مارغرين. انا نحب شربه بيضه تجي شويه مدمه، ونحب نقليها مارغرين ماني تعطي لها عصفوريه.
كان يزيدوا لها زعفران بتجيهم الصرا شابه. انا كان عم بالي شربه بيضه بالشربه فريك فينالمون هي بالغرميسال. غرميسال شربه بيضه. نوض في حب شربه بيضه. حب شربه بيضه. وي القارص مع عصره قارص ما نحكيلكش. البصل. البصل كميه معتبره تاع البصل باسكو هو اللي يخطر لنا الشريبه ديالنا. شبيك اليوم راكي طافيه؟ انايا؟ اه. زعما ما نردش لها انا. اللي يحب يقدروا ما يقدروا يعقدوها مع الاخر بالفارينه صح؟ هي وقت جابت القارص ولا البيض؟ القارص والبيض اه احسن من الفارينه باش تجي خطره آه. كل ما الانسان ينقص مثل بنا البيض والقارص ينزلها آه. ميم لاكولوغ تاعها تجي شابه والفارينه مضره اكثر من انا ما نحبش بزاف لا ممكن نتعلم يا اخي قلنا صحي او جاي فوت سليمان ياسين يعطينا بعض التوصيات يا اخي قلنا صحي ولا بطلنا حول النظام الغذائي السليم درت الدجاج زيت مغرفه مارغرين ماني وحبيبه تاع البصل ونخليهم يتقلاو يعني بديت الدمه كما انا نقيته وكرفشته ما دمعش انت واقفه بالطياب يا اختي انا خطرت ضلي طبيعي فراحك بني ادم. عندك الشربه البيضاء وش هي الحاجه اللي كديري بولي وش هي الحاجه اللي تطلق البنه بزاف؟ الشربه البيضاء الاعضاء في الدجاج اللي يطلقوا البنه بزاف هما الجوانح التين والرقبه. اه يديرهم بزاف الشربه داير لا راه ماركيت يطيبوا الدجاج وبعد هذوك يخبوهم يقول لك نديروا بهم شريبه. العظام آه الجناحتين والرقبه. آه الجناحتين آه. كاين اللي يحب الجناحتين في انا نحب الصاف تاع الدجاج. كويس اه نو نو ماشي الكويس انا نحب الكويس ندير لهنا فلفل ابيض اللي ما عندهمش ديروا فلفل اسود القرفه لهنا دو بريفيرونس قرفه عود قرفه عود خير باش ما تكحلش المرقه وندير الملح ما نكثرش بس عندي كميه قليله هنايا ونخليها تعقد مازال ما الكاطو حنا عم بالنا اليوم الكاطو العيد لا سامي يشوفوا فينا كاين اللي يبداو لك المهم على جالك اه على بالك شحال مازال شحال مازال 10 ايام 10 ايام صح كاين اللي غوسات بداو يدوروا في اليوتيوب في الفيسبوك تاع تاع الكاطو نحسوا تمتم باللي راح يروح الحال انا نحب الايامات الاخرين ندير الكاطو تاع العيد صح قبيله كنا نحكوا في الكواليس المشاهدين اللي يشوفوا فينا قالت لها جارتها نعطي لك وروحي خدمي لي الكاطو في الشروق وجيبي لي جيبيه لي العشيه هكا كاع نجيبو قلت لها نجيبو نجيبو فاضيله ولطفي بابا انا نجيب نخدمو كاع الكاطو لهنا ونروحو واش تحبي فاضيله عندكم كاطو؟ انا ما نحبش تاع السكر نحب كاطو ساك ونموت على حل الطابع ما على باليش علاش ونموت على حل الطابع تاع يماي تشوفي تاع يماي تاعي لطفي كبيره ليها انا نحب باركونت نحب الشراك المسكر انا نحب الشراك المسكر العريان اه نحبه نحب المقروط والمقروط مقروط العسل مقروط انا ثاني مقروط العسل مقروط نخليها تتقلى بيا نعاود درت لهنا البصل ودارت الدجاج ودارت مغرفه مارغرين شويه زيت ملح فلفل كحل وشويه قرفه ونخليهم يتقلاو تخي تخي بيان السر تاع الشربه البيضاء نغطي لها ونخليها تقلى ما نزربش عليها ولا نزيد لها في النار نقص لها ونخليها تقلى نخليها تقلى غير بالعقل ومن بعد نرمي لها الحميص آه ندير ربطه معدنوس انا لهنا ما نحبش نقطعوه باش ما نشوفش هذوك البقايا تاع المعدنوس بعد نحب نشوف الشربه نشوفها نات صح صح كي نحب نرميه فوالا ندير دائما ربطه معدنوس تطلق لنا البنه وصحيه آه اليوم راح نشوفوا حاجات صحيه صحيه نعم يا اخي احنا نهار ما نديروش ريجيم ونهار نديروها بيان نو انا حتى كي ما نعولش ندير ريجيم نحب ناكل صحي ما نحبش انا نحب صحي بصح انا ناكلش صحي اه مالا دي لايف يلا مش واحد عاد كيما انا ماشي على جال لا طيب انا الصحه لازم كله صحي باش نولوا في الطبيعي في العادي. ايه والله ماشي نولوا في الله. هي احنا ماشي سمع الكاميرا راك تبين لنا بلي سمع. الكاميرا زي 8 كيلو ها مشاهدينا 8 كيلو. قولهم قولهم. انا كيقولوا لي سمنتي نقول لهم لا لا الكاميرا تبين الكاميرا. لهنايا نحرج لافيوند داشي ديالي ما نديرش بزاف لهنا اختياري هاد لافيوند. فيوند داشي لواش راح ديريها؟ الشربة. اه. لي بولات. لي بولات وي.
هي كاين لي زالجيرو البليديين ما يديروهاش بيون داجي، كاين دو زيكول تاع شربه بيضاء. المدرسه البليديه والمدرسه العاصميه. لا لا قنطينه يديروا قنطينه يديروا العزوج. لا لا كاين دو زيكول سيريين وبليديين يديروها كيف كيف وناس قنطينه. كاين وقت الشرق. الله يبارك. هما اللي يديروا لها الحرش يسموه. انا يا نطيبها على الطريقه الجزائريه ونزيد لها الحرش من ديت من زوج طرق. هما القنطينيين الجاري يديروا له يديروا له لي بول دو فياند يسموه الحرش. لهنايا ندير له شويه معدنوس. درنا فياند عشي زدنا له شويه معدنوس. حبيبه تاع البيض. لهنا اللي ما يحبش يدير البيض ما يديروش، مي انا نحب ندير البيض لا فياند عشي تجيني شابه. لهنا ندير شويه ملح. فلفل كحل. كحل. نعجن شويه على فياند ديالي ونزيد لها لا شابلور نلمها بها. نخدمهم دي بولات بعد نرميهم في الشربه كي نمرق. لهنا الحبه تاع البيض تاعي جاتني شويه كبيره. وي طيبي كاطو العيد فضيله. كاطو تاع العيد؟ وي درتي عليا ماشي كنا نخدموا لهنا. لا نخدموا هي سيدك ما تحبيش ديري حاجه فيها في الدار. هي حبت تعلم مع علي. انا حبيت نتعلم. شكي حبه تعرفي طيبيها؟ المشاهدين اللي يشوفوا فينا واش راكم حابين كاطو؟ انتي واش تعرفي طيبي انتي؟ كاطو؟ نعرف ندير الحلوه بصح هذيك الحلوه زعما تاع العراس وهذيك اللي تشوفها الحلوه اللي تتكل اللي تتكل واش هي اللي ديريها؟ نعرف بسبوسه. ونعرف حلوه طابع. كروكي. هذا باك الله يبارك خيرك يا ربي. هذا باك عندي ان شاء الله. بدي اضحك وتزعل يا انا. او ما تضحكي معايا باش نضحك وحدي. لازم تجيبي لنا وصفات شوفي تقليديه. جو سي با ولا نعطي لهم وصفات دوك يعيطوا لنا يبداو يقولوا لنا واش حابين سواء تقليدي. انا راني حابه نعطيهم تقليدي والناس كاع راهي مشومره والازمه ما كتعطوناش الجوز والفيستاش والجوز. لا لا انا البارح حلو الطابع حل... لا لا اقتصاديه يعني فضيله مختاري اللي يحب يجي ضيف للدار يدي معاه الكاطو طبسي تاع الكاطو تاعو معاه احسن باش يستقوى. لا لا ولا على العين والراس. انا نقول فقط لانه كاين بزاف ناس تقاصت من هذه الازمه تاع كورونا. ماشي كاع الناس قادره تشري اللوز وماشي كاع الناس قادره تشري ال عم يقولوا لنا عندنا اتصال هاتين فضيله. اتصال؟ الو 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 مساء الخير. الو مساء النور. مرحبا وسهلا معك لطفي وفضيله مختاري وبرنامج رمضان في الدار. اهلا وسهلا. نعيمه من ولايه الصغانيم. مرحبا وسهلا وتحيه لكامله من الصغانيم. الله يسلمك حتى هما يسلموا عليكم. كي راكو دايرين غايه؟ لاباس الحمد لله رانا غايه. الحمد لله. يلا من الصغانيم المطبخ. كي راك مليح؟ والله لاباس كي تكونوا ملاح وهايلين. الله يسلمك الله يسلمك. هاي معك فضيله. دخل شهر رمضان يسي نعيط لكم اليوم عندي زهر معكم كبير بزاف. الله يبارك. مرحبا. راني فرحانه بزاف اللي شاركت معكم في الحصه. احنا اللي فرحانين. هاي معك فضيله ومعك الشيف ناديه. تفضلي. كي راكي فضيله؟ اهلا مساء النور حبيبتي. الله يسلمك كي راكي مليحه. مرحبا بك واش راكي راكي مليحه؟ لاباس الحمد لله. وانت عايشه؟ الحمد لله الحمد لله. كيفاش راهي ايامات الحجر الصحي في مستغانم؟ صعبه الحمد لله. خرجتوا ولا مازال ولا كيفاش؟ قلت لك راكم تخرجوا ولا لا؟ لا شويه شويه. كاين ناس هي محترمه الحجر وكاين جهات جهات. كاين شويه كاين جهات محترمينه وجهات لا. قولي لي بديتي الكاطو تاع العيد ولا مازال؟ لا مازال ما بديتش. مازال شويه حتى السيمانه التاليه نبدا انايا. الله يبارك. واش راكم حابين تشوفوا معنا حلويات العيد مع ناديه؟ ماذا بينا دينا لي كاطو ساك. اها الكاطو ساك تاع العيد هكا كيما مداري. حلويات اقتصادية. حلويات اقتصادية وناشفة و... الله يبارك. وقولي لنا أنت مزوجة؟ لا لا عزة ماشي مزوجة. إن شاء الله إن شاء الله كي اليوم تكوني مزوجة وطيبي لعيالك وطيبي لراجلك و... إن شاء الله يا ربي. إن شاء الله إن شاء الله. حابة تشاركي معنا في المسابقة؟ وي ماذا بيا؟ سمعتي سؤال ولا نعاوده لك؟ سؤال ماذا بك تعاوديه لي؟ سؤال يقول شكون هو اللي مثل سلسلة فقر مونطال اللي بثت عبر قناة شروق؟ ممثل كبير معروف ومشهور. فقر مونطال؟ ايه فقر مونطال. ماشي صالح اوغورت؟ لا نحتفظوا بالإجابة. صالح اوغورت نحتفظوا بالإجابة. صح. قولي لي شك دايرة فطور؟ اليوم رانا دايرين حريرة. اها الله يبارك. احنا يوم صغار المية معروفين بالحريرة. اها ورانا دايرين طاجين الجلبان.
طاجين الجلبانه دوكا من دوكا وتبدا الجلبانه حتى نهايه الصيف، والجلبانه تتربى على جلبانه وقرنه جلبانه وقرنه. شحال غيديري الكيلو؟ 10000؟ الو الو الو، قلت لك شحال غيدير الجلبانه الكيلو؟ 10000؟ والله ما على بالي، سما انايا الولد هو اللي يشري. الله يبارك، ربي يحفظه لك ان شاء الله. امين امين ان شاء الله. الله يسلمك، ربي يحفظك. صحه طولكم. الله يسلمك. الله يسلمك الفضيله وشكرا لكم. صحه طولكم. شكرا، ربي يحفظك. مع السلامه. بزاف اللي شاركت معكم. الله يسلمك، حنا اللي فرحانين بكم. الله يسلمك ولطفي. صحه طورك. الله يسلمك، صحه طورك. وحايتكم الى ما زدناش. ربي يخليك. امين امين. سنين دائما ان شاء الله. تحيه ليك ولكامل عائلتك والكم المشاهدين من ولايه مست غانم. الله يسلمك، شكرا. مع السلامه. شكرا ناديه. اذا مكملين مع ناديه واطباقها. انا ندير في لي بولات دو فيوند، نخدمهم بيان اشاك فوا، ندير القعر سيدي باش يجوني شابين، ما يجوش شتي كي نرمهم في الماء في المرقه ما تجيش شاب على فيوند هكا يكونوا. عفوا الصوت تاعي بدا يروح. نخدمهم دي بول ودائما ندير القعر سيدي اشاك فوا باش تخرج لي لابول تاعي شابه وتجي فيها ريحه مليحه، تخرج رطبة شابه كي ندير في يدي القارص. من لي بولات دو فيوند بعد ما نكملوا لي بون نديروهم لهنايا، ماشي دوكا حتى نمرق شويه. نحرك لها شويه بحت نص كاس، نزيد لها دير لها نص كاس. انا نحب دائما شربان نمرق نص كاس كي نشف ال ديري شويه مفهوم. صافا صافا. ديري لها الحميصه ولا ما ديريلهاش؟ ندير لها. هما اللي في قسنطينه ما يديروش حميصه. ما يديروش كامل. انا تعجبني بالروز، لطفي كليتها بالروز. لا. هي قديمه من قديمه يديروها بالروز. كليتها. يديروها ناس جديده بالروز، بزاف بنينه. وتحياتنا لكامل الناس الجديده اللي عم يشوفوا فينا. لا انا تعجبني بالروز، مي كوم انا في رمضان جو بريفير فيرميسيل. والروز ماشي كميه كبيره. هذوك الكميه الروز اللي يجي رقيق، هذاك اللي يجي صغير. فوالا. ديروا كميه قليله برك. جيب بزاف منينه بالرز، ذقتيها بالرز؟ نو نو صح، كون رمضان ما نقدرش نلوى الرز شويه. ديجا اصلا ما حنا البارح ما كليناش شوربه في الدار. مازالكم تاكلوا شوربه؟ انا والو عبك زوج مغارف برك، انا زوج مغارف برك ناكل حبه بريك صاي. بريك ولا بوراك؟ بريك 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 هو اللي يحب بريك، هو اللي هو اللي شبع. حنا البارح ما كليناش شوربه، طلع واحد يكفي يكفي. كملت لي بول دو فياند ديالي كي نمرق نرميهم هما يطيبوا. ترميهم لهنا ما يشدوش هما طياب. حنا نقولوا كملنا الطبق الاول. نعطيو المقادير، نمدوا المقادير الخاصه نعاودوا. واش مازال الكسره؟ الكسره نمدوا له المقادير. نحط لك الماء. زوري ما قالش يتفري واحد العفسه يحطوا فيها الزيت، وراي زوري وراك تشوفي فيها هذه زينتها زينتها زينة المخرج. حليفه ديلا بعد نزيدو الحميصه. الحميصه طيبه نص طياب. نص طياب لا باسكو شربه ما تشدش ما فيهاش الروح. صدر تاع الدجاج ولا بيوندا شي تمتم يطيبوا، دونك دو بريفيرونس الحميصه نديروها طايبه. ديجا لهنا ندوزو للكسره. وهادو ما نحطوهمش دوكا، هادو ماشي دوكا حتى يغلي الماء شويه في النص طياب تاع الدجاج نرمي نرموهم ديالي. نروحو للمقادير تاع الكسره تاع الاحشاب. فوالا ديرها انت الكسره تاع اليوم فضيله. نديرها ماشي مشكل بصح بالخواتم. دراسيم دراسيم لطفي ولدراسيم كورونا جراثيم كورونا نحيتو. قولي لي من بعد عندنا الطبق الاخر وش هو؟ مشروب ديال الشرمله. مشرمله دوكا نمدو الكسره من بعد تحبها. ودي الله الله فوالا. انا تعجبني الكسره تاع الاعشاب. عن بالي نعجبك انا. تعجبيني والله. كنت باصنع الله يبارك. كلمه يبارك في بلانتك. تكفي هذه؟ كاينه واحده كبيره قالوا لي. نعم تكفي بس درت كميه قليله لهنايا. لهنايا كسره الاعشاب. نحي نديروا المقادير. يلا ان بول سميد موايا. كيلا تاع سميد تجيب الموايا فوالا كيلا. فنجان لاتاي زيت. انا لهنا الكيلا صغيره درت بزيت. زيت زيتون ولا زيت؟ درت زيتها بزيت زيتون. زيت زيتون هكا تشوفي في اللون تاعو. زيت زيتون لازم زيت زيتون، واللي ما عندوش ولا اللي ما يحبوش يدير نص نص ولا مارغارين، ويقدر يدير مارغارين مع
هي مادام قلنا كسرت الاعشاب صحيه معناتها هي مادام قلنا كسرت الاعشاب معناتها صحيه لازم زيت زيتون زيت زيتون لازم زيت زيتون. لهنا قلت لك كنت خيرت الكيلة كتشوفوا فيها لهنا ماشي كبيره درت مع الكسره. الو الو مساء النور. الو مساء النور. الو مساء الخير. مساء النور حبيبتي مرحبا. مرحبا بكم. اها منين؟ اهلا نصي. اهلا مساء الخير سيده صوفيا. شافيا عيطينا صباح الخير ليل. واش راكي سيده شافيا؟ لاباس الحمد لله. رمضان كريم محظوظين بك في رمضان. الله اكرم كل عام وانتم بخير ان شاء الله. الله ربي يخليك سعداء بك انو فضيله وناديه. مرحبا بكم. الله يسلمك. مرحبا بك شافيا. رمضان مبارك ليك ولكل ابناء الجاليه الجزائريه المتواجده باوروبا. الله يسلمك. اها مرحبا شافيا. كيفاش راهي احوال الغربه ورمضان وكورونا؟ صافا الحمد لله. البارح برك تنفسنا شويه. خرجتوا البارح؟ انا تخصنا ما خرجش بصح بغيت يخرجوا. عاودوا فتحوا عندكم المحلات عاودوا ترامواي الميترو؟ لا كلش حل. كلش حل. ولا ليل ليل ونهار ولا غير في النهار؟ لا لا كاع كاع ليل ونهار. والتلاميذ عاودوا رجعوا ليكول عاودوا رجعوا القرايه؟ كان يبداو البارح وكاين الخميس وكيحكم الجوجوا ماشي دابا. وقالوا لكم باللي الكمامه اوبليغاتوار. اوبليغاتوار في لي ترونسبور ان كومون. بصح عاودت الحياه انتعشت من جديد. ماشي كيما مازالت الناس متخوفه ما كانش هذاك الغاتروشمون تاع الناس كل واحد في حده زعما. كل واحد حاكم بلاصتو. مازال ماشي خلاط 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 مي ديجا كي خرجوا البارح راحوا داروا شويه هما الناس تتنفس شويه. صح قولي لي كيفاش رمضان في الغربه كيفاش طيبوا كيفاش وحشتوا البلاد؟ انا تخصنا ما والفت. والفتي عندك بزاف؟ عندي 30 طف. الله يبارك. صح لافوا تاعك باهي صغيره حنوله باهي صغيره. وي لافوا. الله يبارك. عندك ولاد؟ عندي ولاد اربعه. الله يبارك ربي يكملك بهم. كنت مع ولاد دوزوا رمضان في البلاد ولا كورونا حكمتكم ولا؟ لا بكري كي كانوا صغار مازال ما يقراوش كنت نفوتها في البلاد. كي بداوا يقراوا نستناو الصيف. الصيف تستناو حتى للصيف. وصافا كيفاش كي طيبي طيبي طبخ جزائري تما كاين كاين تما كي تخرجوا تلقاو كي تخرجوا تما تلقاو جزائري تراديسيونيل. اي والله تلقاو شربات فيك برا تدبا تلقاو زلابيه قلب اللوز. كاين كلش كلش. شحال راهي دير زلابيه عندكم؟ ماشي كلش زلابيه شحال؟ حمود بوعلام. الله يبارك. قولي لي شحال راهي دير زلابيه الكيلو تما فرنسا؟ انا نقول لك صراحه الزلابيه ما نشريهاش. اها قلب اللوز قلب اللوز شحال راهي دير فرنسا؟ تخدميها في الدار؟ كاين لاسيات تاع ان كيلو دير 6 اورو. 6 اورو. عباك بلي السيده شافيه فيها كيلو. سيدة شافية ربت بيت رقم ممتازة. واحد درجة الله أولى يبارك. ربت بيت بامتياز يعني كل شيء. مازال حتى ولادها تعلمهم كل شيء تقليدي. الله يبارك. المراقي هادو الماكلة تاع الدار. الله يبارك. الله يبارك. قولي لها قولي لها سيدة شافية قلتي لي خدمتي زلابية في الدار. لا لا قلت لك زلابية ما نشريهاش وما ناكلوهاش كاع ما تاكلوهاش. قلب اللوز قلتي لي دير 6 اورو. قلب اللوز نديره في الدار يدير 6 اورو مي انا ما نشريش تعلمت من عندكم نديره. مليح الله يبارك. حابه تشاركي معنا في السؤال تاع اليوم؟ وي راح نكوبيه ما على باليش نجاوبني كاع لله. شوفي معليش كل اللي شارك في بطل مسلسل رمضان بطل مسلسل فقر منطال اللي بث عبر قناه الشروق. صالح وقروت. صالح وقروت. نحتفظوا بالاجابه وان شاء الله تكوني من الفائزين. ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. و لطفي. نعم سيدتي. سي جامي اون كا نربح نهدي لو باك ولا نابورت ايماج بلادي نسلم عليها بزاف بزاف. الله يبارك. حتى هي تسلمك تبلغك سلامها وفي كل مره نحكيو على اتصالاتك وعلى روحك الطيبه. يعطيك الصحه سيدتي. نتمنى معكم وقت مليح. شكرا ربي يخليك. رمضان في الدار. ربي يخليك تحيه ليك ولكامل عائلتك. وفضيله وفضيله البرنامج تاعك جامي راضي. يعيشك ربي يحفظك. الله يسلمك ربي يحفظك ويطول في عمرك وان شاء الله كيجي وما نشوفوا نشوفوا الناس كيفاش اي بروبليم تاع الناس كيفاش عايشين باش الناس تعرف اللي ما حامدينش ربي وان شاء الله. وما خافي اعظم. شوفي حبيبتي كي تجي للجزائر اروحي زورينا هنا في شروق ان شاء الله.
ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. وتحيه هذه صعيبه هذا اللي تقدميهم كاع لي سوجي هذيك تاع الناس باش لي الناس اللي ما حمدش ربي اللي عندها كلشي وما خصها والو وما اي باش واحد كيشوف هذوك الحالات يحمد ربي على النعمه اللي راهو فيها يحمد واش اللي عنده واش اللي عطاه ربي. صح ربي يحفظك حبيبتي وان شاء الله يعطيك وان شاء الله تعيدوا بالصحه ان شاء الله. امين ان شاء الله وعيدكم مبارك. الله يسلمك شكرا جزيلا. كل عام وانتم بخير ان شاء الله. الله يسلمك شكرا جزيلا. الله يوفقكم ان شاء الله. امين امين حبيبي. فرحتونا في هذا رمضان. الله يسلمك الله يسلمك شكرا جزيلا. حنا اللي نفرحوا كي نلقاو خوتنا في ديار الغربه في اوروبا شاعلين تلفزيون على الشروق حاجه يعني الله يبارك. شكرا جزيلا. اي بون نكملوا ولا نروحوا رمضان. الكسرة الكسرة عطيه نكملوا الكسرة عطينا فقط مقادير. قلت لك كيلة سميد لهنا كيلة صغيرة جلة زيت زيتون ولا يديروا خليط تاع زيت زيتون زيت سانغو ولا داروا الكيلة كبيرة بيان سور يزيدوا الزيت. يزيدوا الزيت. لهنا ملعقة صغيرة خميرة الخبز اختياري هذه تعجبني كي نزيدها في الكسرة. ملعقة سكر باش الكسرة تاعي يجيني حمرا شوية. لهنا قلت لك هاد الكسرة تجيب هذاك الثوم الطويل تاع فيبراس ولا فيبراس واش واش يسموه. نحنا كم ما عندناش لهنا عندك له 5 سنينات ثوم كرفشتهم شوية نعناع مجفف معدنوس نعناع وحدة ربع ربطة هذاك نحيت لها درت لها كاع الورق تاعها. لهنا ما فيهاش سلق مي انا خيرت نزيد لها السلق حوس تاع الفليو ثاني قلت نزيد لها بليزيون اعشاب ما لقيتش اليوم فليو درت شوية سلق دبلته برك في المقلاة هذا ما كان. زوج حبات بصل خضورة نعناع درتي نعناع ما درتيش نعناع يابس ونعناع يابس وأوراق وحبة بصل مدورة كبيرة سكرفشتها. لهنايا حاجة وشنا هي زعتر زعتر ها فكرتيني زعتر زعتر في المطبخ اللي هيك جبتها. هيا نعيمة جيبي لنا زعتر نعيمة لهنايا شو راني تفضل نعيمة جيبي لنا زعتر الخميرة سكر والملح ملعقة صغيرة كما انا عندي كونتيتي صغيرة ما نكثرش الملح لهنايا نخلط هاد المقادير ونبسها بالزيت من بعد الاعشاب هذوك يجيو في داخل الاعشاب هذوك انايا راك تشوفي كاين اللي قطعتهم كاين اللي سك الحبات على كان يشوف كاين اللي كبار شويه دوك نمكسيهم هذا الخليط كاع نمكسيه وندير له شويه ما ونجمع به هذه الكسره ديالي. مالا انا نفضل نشوفوا قبل هذه لانه بزاف اللي ما يعرفوش انا كان على بالي حتحطهم نشوفوا طريقه التحضير تبعوها نكملوها اللقطه نكملوها احسن. درت زيت زيتون مع السميد ومع الملح والخميره والسكر غير فالسكر دوكا لازم تبسيهم نخدمهم لك حتى ما خليتها لك خليتيها ليا. لهنا حبه تاع البصل ديالي عطيني فقط اي والله لي. لهنا حبه تاع البصل السلق اللي كنت دبلته شويه في المقله هكا قولوا لي نعود نجيب ديريكت طابليه تاع شغل وعصابه. لا لا حنا نجيبوا لك كاينه وحده زياده كاينه وحده كاينه وحده زياده الوريقات تاع النعناع هذا سيكو من لو بلون باش كومام نعرف نفس شويه الكسره سلكها ديري كسره فضيله بيان سور دير كسره بس انتم في جوايحكم ديروا كسره ديروا كسره. لهنا المعدنوس هي هاد الكسره تجي غير بهذاك الثوم الطويل ويديروا لها شويه نعناع وحبيبات بصل. انا لهنا خيرت نقدروا نزيدوا زعتر مادام فوالا مادام الاعشاب ما يضروش سوري قولي نعيمة تجيب لنا زعتر. ولا هنا سنينات ديال الثوم والنعناع المجفف ناخذ غير الاوراق منه ما نديرش هذوك الغصان باسكو على بالي ما يترحاوش. لهنا حفنه صغيره تاع النعناع اليابس ما نكثرش يزيد يعطي لها طعم بزاف بنين كتشمي في النعناع فضيله. والحبه زوج حبات تاع البصل الطوال ديالي فوالا. لهنايا هذا الخليط لازم نميكسيه مليح يعني كامل هذيك التشكيله تاع النباتات الاعشاب تطحنيهم كامل. كاين اللي سكرفشتهم كاين اللي قطعتهم ونزيد نطحنهم شي يولوا لي ليكيد شويه. لهنا ندير لهم شويه ما يساعدني باش واش حطيتي تما كامل؟ زوج حبات بصل خضوره طوال هذاك الخضر الطويل قطعتهم حبه بصل مدوره سكرفشتها
وحدنا ربع ربطة نعناع، نحيت لها كاع الأوراق، 5 سنينات توم، وكنت زدت لها السلق والمعدنوس. المعدنوس ربطة قطعتها رقيقة، والسلق واحدة من ربطة هكاك دبلتها بشوية زيت في المقلاة. النعناع تستعملي فقط الأوراق؟ أوراق فقط، ما نديروش الخصان كاع تاع العشب، ما نديروش الخصان باسكو ما يترحاولناش، بعد كي نجو نطيبو يتحرقونا. يرحلوهم مليح ولا شوية شوية؟ لا لا لازم نرحوهم تخي بيان. جوستومون أنا زدت لهم الماء باش يترحاولي مليح. يولي شوية ليكيد هذا الخليط، نجمعوا به الكسرة ديالنا. إلا كان خصنا شوية نزيدوا الماء، ولا ما خصناش ما نزيدوش. هو البصل اللي فيه الماء لازم البصل. فوالا أصلا هي بدات ريحة الثوم. هي أصلا ما فيهاش البصل المدور، ما نزيد لها دائما حبة بصل مدورة باش هي تتعاوني. شوفي فاديلا لو ليكيد الاعشاب تاعك شو لاوي لو على شكل ليكيد، لم به العجينه ديالي. عجينه ماشي سائل سائل. لا ماشي سائل، مي العجينه ما يولو ما يبانوش كاع الاعشاب. لهنا بعد ما بسست بستها فاديلا راني عاونتك شويه. علاش حبيت نعاونك باش نشفى عليها؟ لان كيما تعمل حاجه نشفى عليها. لهنا ندير غير بالعقل ونشوف. تقدر هاد لا كونتيتي يشربها كامل هاد السميد، تقدر لا لا. هو قد ما يكثروا النعناع نظن يجي مليح، لانه النعناع يطلق الريحه. شفتوا النعناع اليابس؟ مام لو كان فيها زعتره ولا زعتر تمد تمد الريحه هذيك. وصحيه. لهنا ندير غير بالعقل ونشوف. على بالنا البصل فيه الماء، دونك سي با لا بان نزيدوا الماء في هاد الكسره. انا دو بريفيرونس نكثر البصل ونكثر الاعشاب خير ما نزيد لها الماء. صح، يعجبني اللون تاعها كي نكثر لها الاعشاب. مام اللون ديالها الله يبارك. وتخلطوا عليك روايح كي تشمي فاديلا ريحه البصل الطويل، البصل المدور، النعناع مع الثوم مع زيت الزيتون. الله الله بدينا نجوعوا. كانت بشيره نقلت الى سيده من سيدات. تما اللي قلنا لها طريقه تحضير الاعشاب. الاعشاب دارت خبز ولا دارت كسره؟ كسره كسره بالاعشاب. عملي دارت وتما اللي قلنا لها ديري لنا كسره تاع الاعشاب. يعني عودتنا في بخرجتها. انا حبيتها كنت حابه نتعلمها. ضروري نشريها ما نكذبش عليك. دوك واش حديري؟ الخطوه المواليه. والو لطفي نقعد هكا نعجن فيها بالتقطع، ما نعجنهاش. ايه ومن بعد؟ ما يدخلوا الاعشاب مازالت مخصوصه يشوفوا ما تلايمتش. ومن بعد نعجنها شويه بالتقطع نخليها تروبوزي ونقرصها. انا حنقرصها نخليها ترتاح. نو شويه برك دي مينوت ولا. اوكي. صح الا ما كنت ما عندي حتى حاجه نديرها كيما راح نطلع الشربائط. نقدر نخليها ترتاح. نقدر نخليها ترتاح. نخليوك تكملي الخطوات. نروحوا لمحطتنا الموليه فضيله. نروحوا لفقره رمضانيات، نروحوا نشوفوا بشيره. فقره رمضانيات اليوم خصصتها للعمال المناوبه، وراح تدعم الجوله بمجمع الشروق. راح نشوفوا اجواء العمل خلال شهر رمضان الفضيله. يلا تفضلوا. مشاهدينا مساء الخير عليكم. فقرة رمضانيات اليوم موجودة في قناة شروق نيوز اللي راح ترافق الصحفيين وأيضا التقنيين كيفاش يجوزوا نهارهم في رمضان. إما لا خليكم تبعوا معنا. بشير، احنا كما تعرفي قناة الشروق من بداية للأسف هذه الجائحة تاع كورونا اعتمدنا نظام معين في العمل أسبوع بأسبوع، يعني أسبوع متواصل من العمل أسبوع ثاني للراحة. كما رمزي كيفاش راه داير مع رمضان؟ غالب وما غالبوش؟ لا لا، هو رمضان غالبني ماهوش غالبني الحمد لله. أنا رايحين عندي ياسين صحفي في الميدان اللي راهو يعمل باش يوصل المعلومة للمشاهد. صح رمضانك ياسين.
صح رمضانك بشيرة. العمل الميداني صراحة العمل الميداني قل شوية، لكن احنا رحنا للميدان، احنا المستشفيات تكلمنا مع الناس، خدمنا مثلا مواضع ميدانية. يسيني غلب رمضان؟ شوية أنا صراحة بالك لأن كيما نرقدش يمرمدني رمضان. صباح الخير ولا مساء الخير ناصر. مساء النور بشيرة. كيفاش راك؟ كيفاش راك داير مع رمضان؟ الحمد لله، يعني والفنا مع رمضان، رغم انه هذا رمضان هذا العام جانا سبيسيال لانه تقريبا بديناه قبل رمضان. ويغلبك موش يغلبك ناصر مع اللي انت تبكر. احنا بشر يغلبنا رمضان، احنا جزائريين ويغلبنا رمضان. حمزه بكي كيفاش داير مع رمضان؟ والله طبعا رمضان ربما قلت فيه الخدمه شويه، خاصه مع الحجر الصحي وفي نهايه المطاف الاعلام لا يتوقف باش نقدموا معلومه يوميه عبر نشرات الاخبار تاع الشروق. رانا نحضر في النشره تاع الظاهره. رمضان عادي ما يبدلش حاجه كثيره، لانه رمضان ما يغلبنيش في العاده. تقدر تحكي لنا امل كيفاش راهي دايره مع رمضان والخدمه؟ وعلى بالي العمل الميداني صعيب. سي با نوفو بور موا اي دونك اون ايسي دو سادابتي نو ان طونك جورناليست دو تروفي دي سوجي لي دان كوتي يل تريت لو كونفينمون مي اوسي لو رمضان. اون ايسي دو تروفي دي سوجي كي سادابت ا سي دو سيتواسيون ان ميم طون. هو اسمه شمس الدين عسي، مي توالفنا هنايا في قاعه التحرير نعيطوا له شمسو. صح رمضانك شمس الدين. صح رمضانك بشيرك. شمسو كيفاش راهو داير مع رمضان؟ العام هذا تزامن رمضان وكورونا فيروس كوفيد. العمل تقريبا يوميا يا ما يكون من ميدان بحكم الاخبار الاقتصاد، نتبع اخبار الاقتصاد. شمسو اكل ويحب ياكل. والله شوفي الماكولات نحب الماكولات التقليديه. وامان لا تدخل كوزينه؟ وي. Et j'adore la cuisine, surtout pendant le mois de Ramadan. الطبق المفضل تاع ناصر. الطبق المفضل تاع ناصر خاصة هذا العام هو شبح الصفراء، لأنه الزوجة الكريمة أبدعت في بداية رمضان وعدت من بين المولعين بهذاك الطبق. على الدجال الطبق الثاني ما ناكلوش بزاف، ناكل شربة فريك ما شاء الله. وبالمناسبة تحية للزوجة الكريمة اللي تتعب في الكوزينة باش تقدم أطباق متنوعة، لكن ركز على شربة فريك. طبق تقريبا اللي نحبه هو البطاطا كباب. ننضم إلى الزملاء ناصر وحمزة، نوجه تحية للزوجة الكريمة اللي راهي تبذل في مجهودات، دون أنسى طبعا الوالدة الكريمة، ونقولها رمضان مبارك هي والوالد وكل أفراد العائلة. مازلنا نعملوا بنفس الوتيرة السابقة، فقط نقصنا في ساعات العمل بسبب رمضان وأيضا بسبب جائحة كورونا. سيهمكش ما يطيب في الدار؟ أكيد أنا من محبي طبخ خاصة في شهر رمضان. واش راكي مع رمضان قبل ما تبريزونتي؟ سافا راكي بيان؟ صافا شوية عياني. قلبك ولا كي قلباتو؟ قلباتو قلبني. تعرفتوا تشوفوا الشيخ فرحات في احوال الطقس، وثاني كراوي طلع عليكم في هذا الشهر رمضان في حصه مع حميد عاشوري قبل الفطور. واش يحب الشيخ فرحات يكون حاضر في الطبله؟ والله غير شي بوان تري غون غورمون، انا شربه نحب شويه شلاضه، دي بوا لو بلا دو ريزيستونس هذاك ما ناكلوش، نخليه من بعد. يعطيك الصحه شيخ فرحات. مساء الخير عديله. انا شوفو فيك هنايا كي تبريباري الفقره تاعنا ان شاء الله يا ربي. كيفاش هي دايره عديله مع رمضان؟ عديله وقعت لها رمضان. بكل صراحه. تدخل الكوزينه ولا لا؟ لا ندخل، ندخل الكوزينه، ندير الخبز، ندير لي سالي، حاجه خفيفه. مشاهدينا كما تشوفوا راني حاضره في قسم الديجيتال، وانا رايحه عند حسام فضيل. صح رمضانك حسام. صح رمضانك بشيره، وصح رمضان كل الجزائريين، وكل عام هما بخير ان شاء الله. خدموا يوميا مع الاخبار كورونا 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 كورونا، ومع الفتره المسائيه اكيد عندنا البرامج، احنا عندنا برامج رمضانيه. صح رمضانكم اولا. الله يسلم مشاهدينا الكرام، رانا مع رمضان في الدار باش يشوفوها الناس دائما في اليوتيوب والفيسبوك. احنا في
الديجيتال نقدر نقول لك باللي برنامج رمضان في الدار راه لاقي تفاعل كبير كبير، خاصة وأنه يقوم باللقاءات عبر سكايب مع ممثلين، مع نجوم، مع مشاهير جزائريين متواجدين حاليا في الخارج وهم جالية مقيمة في الخارج، يعني راه لاقي مشاهدة كبيرة. برافو ليكيب كامل اللي في البلاطو. احنا هنا في قسم الديجيتال نسعى دائما للتقرب الى المواطن. كاين الناس اللي ما عندهمش فرصه باش يشوفوا في التلفاز ولا ما عندهمش الوقت، احنا شغل نسعوا باش نتقربوا ليهم باختيار افضل المقاطع اللي تجوش في الحصه. ربي يقدرك. يعطيكم الصحه. صحه فطوركم. ربي يحفظكم. شكرا جزيلا. الله يحفظكم. كل توفيق ونجاح باذن الله. شكرا. طيلة شهر رمضان دائما هنا انا والمونتير عيسى، كيس يغلبني رمضان ما على بالي شغل السوجي تاع رمضان وكذا. اشوف كي نرقد مليح ما يغلبنيش رمضان، كي ما نرقدش مليح شويه اثر فيا. واش يحب ياكل عثماني؟ انا شوف ماكلة تاع يما اللي نحبها بزاف، كاين الشوربه تاعها المقطفه. المقطفه اللي تتخدم باليد. واش تتحى تاع الدجاج والعصبان. اي صحة رمضانك. الله يسلمك، صحة رمضانكم انتوما وصحة رمضان كامل مشاهدينا الكرام. يغلبوا رمضان عيسى؟ صراحة يغلبوا. واش ما تتشرط في الطبلة عيسى؟ تحب تشوفو حاضر دايما في الطبلة في رمضان؟ نتشرط على حاجة واحدة، لازمني قهوة جوست على المغرب. هذا ما كان. معنا أنور. شروق نيوز. شروق تي في. لا غير شروق نيوز برك. شروق نيوز. شو معنا أنور. أنور صحة رمضانك. صحة رمضانك بشيرة. كيفاش هو داير أنور مع رمضان؟ والله كيما حب ربي عندك غالب نين اليوم كالعادة. عندنا بزاف لاشارج مفيزيوني والمادة كي تشوفي كيما دوكا. دورنا لجنة باش تراقب الأعمال وكا، سما زادوا سهلوا علينا الخدمة. صحة رمضانك سامي. الله يسلمك. صحة رمضانك يا بشرة. والله رمضان كالعادة غلبنا. البورك كاين البورك لا شي يروح. صحيح اليوم بس. صح. السلام عليكم. السلام عليكم حمزه. لاباتكم. صحه رمضانك. الله يحفظك. شرفتنا بحضوركم. حمزه يغلبوا رمضان. نو ما كاينش. شوفي دقيقه ما تكونيش خويا ريح اونلاين راهي 23 مازال خويا لي انرجي توتال ما تحقنيتيني وضروح ليا نعطيك لي انرجي. عمي اسماعيل صحه رمضانك. انتوما واش راك اختي لاباس؟ صافا غلبك رمضان عمي اسماعيل. علاش باش يغلب لي رمضان؟ والله غير حلاوته رمضان. الحب نخدم في رمضان انا بعدا بينا نخدموا خير من نقعدوا في الدار. صافا طورك. الله يسلمك. انتوما زاده مشاهدينا كما شفتوا هذه الجوله اللي كانت في قنوات الشروق وشفنا عمالها كيفاش يجوزوا رمضان. اما لا وصلنا الى نهايه فقره لنهار اليوم رمضانيه من حصتكم رمضان في الدار. أقعد توجو بروشين شروق. سلام. لأنه في خلال شهر رمضان الفضيل يكون فيه إفراط ربما في تناول مشروبات الغذاء خلال الإفطار. صح. المشروبات الغازية كثير من السلوكيات ربما الخاطئة والغالطة اللي يقع فيها العديد من الناس خصوصا اللي حبوا يتبعوا حمية يكونوا عايشين ريجيم غذائي خاص طيلة سنة لكن لما يجي شهر رمضان الفضيل يحبوا يغتنموا الفرصة يقول لك أنا صايم علاش ما نديرش ريجيم. وبهذه المناسبة جبنا لكم مختص الكوتش سليمان ياسين اللي راح يرافقنا خلال هذه الفقرة للحديث أكثر عن كل الأخطاء ربما الشائعة خلال شهر رمضان الفضيل ويعطينا بعض التوصيات الخاصة بالنمط الغذائي السليم ممارسة الرياضة أيضا والعديد من التوصيات بحضوره. نقول مساء الخير. مساء الخير عليكم على المشاهدين الكرام. إن شاء الله رمضان كريم. رمضان كريم. صافي لون طومت لغينا. شوف كنت جست معها في صباح الشروق. عنده فقره صباح الشروق. كيفاش لقيتو من هذاك الوقت لهذا الوقت؟ صافا وشين شويه. او رحت شويه دلع هذه. وانت ما شاء الله عليك بدلت اللوك صح؟ مود رمضان. راح يكمل بعد رمضان ولا؟ الله اعلم. صديق. اذا مرحبا بك دائما. ميرسي. نفرحوا بلقائك. بدايه خلينا نتحدثوا عن النمط الغذائي السليم. خلال شهر رمضان الفضيل اللي لازم يتقيد به كل شخص. بريميرمون نبداو بلي زيرور اللي يديرهم الناس. الاخطاء. الاخطاء انهم يبازيو بزاف على الفطور وينساو السحور. احنا في عادتنا احنا نبداو بالافطار هو الصح.
بعد باش نروحوا تما اميدي ولا العشيه العشاء تاعك. السحور هو الصح لازم تكون الكميه تاع لي كالوري في السحور. السحور هو فطور الصباح اللي متعودين عليه في العادي. فوالا اكزاكت. لازم تكون الكميه تاع السحور تاعك انك انها توفي سواء العمل تاعك اليومي ولا لاكتيفيتي فيزيك تاعك اللي راح ديرها بونون لا جورني كومبلي. انت ما تقدرش تسحر كما الاغلبيه تاع الناس يسحروا بشويه طعام شويه لبن ويقول لك خلاص سحرت. عباك علاش؟ لانه فيه كاين نوعين من الناس. كاين نوع من الناس اللي يتسحر يروح يرقد. نعم. باش يعاود ينوض. فوالا. وكاين اللي لا يتسحر يصلي صلاه الفجر وخلاص هذاك هو يومه بدا او في بدايته. فوالا. شكون هو اللي انسب ليه هذا النوع من الغذاء اللي تقول عليه؟ اني ناكل بزاف ونشبع ونعاود نروح نرقد. لازم شوف لازم السحور يكون 50% من رابور جورنالي تاعك بوند تاع لانوي باسكو رانا راح نفطروا في الليل. نحتفظوا بالفكره ياسين نديروا اتصال هاتفي ونقولوا الو السيده نعيمه من عين الطايه مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. اهلا بكم. مرحبا بك في برنامج رمضان في الدار مع لطفي وفضيله مختاري. الله يسلمك تعيش. مساء النور. مساء الخير. رمضان كريم. الحمد لله وانت مليحه صحه لاباس. والله الصابات عجبيني بزاف كنتي في حصه تاع اهل الخير وكامل. الله يسلمك. ربي يحفظك. يسلمك تعيشي صباكم ملاح. والله الحمد لله كي تكوني انت مليحه نكونوا احنا ملاح. تعيشي تعيشي ويسلمك. كيفاش مع رمضان كيفاش؟ والله والله الحمد لله. تعرفنا عليها تعرفنا عليها. كيما قالت لك رمضان كيفاش راه معاكم؟ صافا بلاك الحمد لله رانا. ومع الحجر الصحي؟ ولا رانا ما خرجناش كاع من الدار. زوجة ولا قاعدة في الدار ولا خدامة؟ لا لا زوجة. الله يبارك. عندك ولاد؟ عندي ثلاثة. الله يبارك الله يبارك. صافا مع رمضان ساكنة مع جوزتك ولا وحدك ولا؟ لا لا وحدي. نحب نقرعش كي عيطوا. قلت لك نحب نقرعش كي عيطوا المشاهدين. ولا غنعيش معاكم. الله يسلمك الله يسلمك. دائما كانت الو الشيف كانت شحال عندي وانا عيطت لهم قلت لازم الله يبارك لي انا معاها قلت لازم نحكي. وتعلمتي وتعلمتي ولا غير تتفرجي؟ قولي لي تعلمتي شويه طيب ولا غير تتفرجي؟ لا 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 تعلمت في نورمال كيفاش وحده اللي في الدار لازم تعلم الطياب لكراسها لازم. ما كاش مرأة جزائرية ما تعرفش طيب. شوفي حبيبتي هذه أكيد الحجر الصحي. الحجر الصحي كي قعدنا احنا النساء اللي نخدموا كي قعدنا في الدار حسينا بأهمية المرأة الماكثة بالبيت. هي المرأة يعني القوية الناجحة المثابرة. بالك احنا نروحوا نخدموا ننساو شوية ضغط العمل لكن المرأة الماكثة في البيت يعني مليار تحية ليها. بيان سور لازم تتعلم في الدار لازم. لكن ما لازمش يكون فيه افراط في النمط الغذائي. انا نحكيو مع الكوتش سليمان ياسين لازم نتبعوا ريجيم غذائي ما نستهزئوش بصحتنا ما نفرطوش في الصحه نتاعنا ثاني بالماكله اللي ناكلوها. بيان سور. انت في الدار ديري اكل صحي ولا طيبي برك؟ ولا كل مره كيفاش؟ مره هاك مره على حسب على حسب الراجل. هذه يتشرط ولا شويه شويه؟ ها؟ تغلبوا يغلبوا رمضان يتشرط ولا؟ لا لا عاقل. لا لا نورمال. زوجه مثاليه. وياكلوا مليح ياكلوا ياكلوا وكالين ولا غير ينقصوا شويه منا شويه منا وخلاص. والسحور يعاودوا ياكلوا الماكله اللي كانت في الفطور ولا طيبي حاجه جديده؟ السحور الماكله تاع السحور نفسها اللي يفطروا بها ولا تعاودي كل شيء؟ والله يحبوا كل مره كاين دي فوا يديروا يحبوا طعام بالزبيب هكذا كل مره كيفاش؟ كاين دي فوا الماكله اللي تفضل كاين كل مره كيفاش؟ ما عندكمش مشاكل مثلا سوء الهضم؟ شي سوء الهضم عصر الهضم مشاكل تاع الصحه تاع المعده تاع باسكو جبنا لكم؟ الحمد لله شويه شويه كل مره كيفاش كي تشوفي على حسب الماكله كل مره كيفاش ولا شويه شويه. واش راكم طيبوا؟ نطيبوا عادي شوربه باينه مطلوع ولا ورقه ولا مره كيفاش وديزيام بلا ديزيام بلا كل مره شريطها مره هذه مره متوم مره حاجه ساب عادية حاجه كل مره كيفاش. والمشروبات الغازيه شربات كل مره كيفاش. والمشروبات واش تشربوه؟ ولا غير قلت لك ملي بدا رمضان ما شريناش لا كازوز لا جو كنت ندير تاع تشينا في كونجيلاتور ومن بعد راني نجبد في الجو. برافو
الله يبارك فيك. والله ما شرينا كامل، بدا ما دخلش كاع للدار لا كازوز لا جو لا والو. الله يبارك. ما نطولوش عليك بزاف سيدتي، اذا كان عندك جواب لسؤالنا ان شاء الله تكوني منفعجين معنا بالجوائز. وش هو جوابك؟ ان شاء الله. الجواب على كنا سقطينا السؤال ديالنا اللي قال لكم شكون البطل اللي مثل سلسله فقر مونطال اللي بوسع عبر قناه شروق. يكون صالح اوكروت. صالح اوكروت، نحتفظوا بالاجابه وان شاء الله يا ربي تكوني من الفايزات معنا. ان شاء الله يا رب. ابقى يتابع في البرنامج الى نهايه الحلقه وين راح يكون فيها عمليه الفن. ان شاء الله. ان شاء الله تكونوا فايزين. صحة صحة فطوركم. الله يسلمك. شكرا لك. صحة صحتكم ان شاء الله. حضانك وصحة عيدك. رمضان كريم. الله يسلمك. تعيشي. مع السلامة. إذا المشاهدين نرجع للكوتش سليمان ياسين للحديث عن الأخطاء الشائعة في النمط الغذائي خلال شهر رمضان الفضيل. ياسين. ولا حبسنا في السحور. قلنا السحور لازم يكون 50% من رابور دونوي تاع الإفطار تاعك. واش لازم يكون في السحور؟ في السحور لازم يكونوا لي فيكولون. حاجة اللي فيهم سكريات طويلة المدى مثلا الروز توسكي بات ولا دونك لي بات ملاح في الطعام مليح كسكس طعام خفيف البروبليم تاعو عنده حاسة الجوع ما طولش صح كي نتسحر الطعام نجوع صح تنتم تعاود الجوع ماشي وهل هل الطعام مضر كاين اللي يتسحر طعام انه تصبح يقول لك مثلا المعدة تاعو راهي توجع فيه سا ديبون لا لي بروبليم ديال بالك باش يطيبوه لا لا ولا كاين اللي عندهم كاين اللي عندهم مشاكل تاع الهضم كاين عندهم مشاكل الهضم طعم خفيف انا نشوف انه ما يضرش صح سا ديبون تاعي مع انه انا نعطيك معلومه علميه مع انه يفضل انك تاكل حاجه اللي صعبه الهضم فهمتني وعلاش في السحور باش تشد لك راجوني كومبلي باش تخدمها غير بور لا ديجيستيون سا ديبون كل مقاله عندك لك لي بات فوالا سباغيتي ولازم تكون عندك اون بورسيون ثانيه امبورتونت لي فيكولون لازم لك واحد نقول واحد 50% 30% واحد لي بروتيين لحوم لحوم بيضاء ولا كما حبيت ولا بيض ولا والاخرين واش قاد سيدي فيبر ولا دي سالاد ولا هدايا الا قدرتوا ديروا بويون يكون عاقد مليح فهمت؟ في السحور. ايه بويون يكون عاقد مليح بصح ينسب تكون عاقده مليح فيها ديجا الماء راك راح تستفاد الماء بوندون لا جورني او ميم طون فيها لي فيبر يشدوك ثاني اليوم عندنا لي فيبر في الكسره ما شاء الله عندنا كثير من الاعشاب اللي استعملتهم انا نشوف نشوف راهي الاولى الله يبارك يعيشك شحال كوت لاباس لاباس نادية لون طبيعي تبان شغل في ستار الله يبارك الله يبارك الوان طبيعيه قلت لكم كي نخير لكم انا واش تاكلوا يعني كونوا متهنيين شفت المطلوعه ديالي ما طلعت ودوكا قلت لكم الكسره هذه تبعوني ما وكي طيب شاف كي طيب راح يتبدل اللون ولا تبقى نفسها لا يتبدل من الفوق برك صح كي تقسمها يقعد اللون تاعها ما شاء الله كيما هذا كيما الاعشاب ملح نعم لا فيهم الياف اه تخي تخي بيان دوكا نروحوا للافطار اها واش لازم واحد يفطر اصبر خلينا نكملوا مع السحور بالخف معليش خلاص كاين اللي يديروا زبيب يديروا مكسرات محلبي معليش بالرز ملح هذا الزبيب ديجا سيدي تشوف الجبانه اني فيتو برك غير طعام هذا وكاين اللي كاين اللي السحور يتسحروا بالقهوه حليب مع الكاطو مع حلوى مع بريوش مع بريوش هذه نورمالمون يسون اكوتي لا بلاك معليش هذوما لي جوستومون لي موفاز هابيتود اللي يديروهم الناس انهم يتحرب امور كيما هذا هذوما لازمش قهوه حليب ديجا يعني الناس اللي راهم يشوفوا فينا كثير من الناس فعلا يتسحروا قهوه حليب وبريوش ويعاودوا يرقدوا قهوه حليب في القاموس لازم تختفي كامل لازم ينحوها باسكو لا فيزيون هذيك تاع انتر القهوه والحليب سي ديجا باش تسيبارا في الكور تاعك ما يقدرش يفصلها راح تعيي المعده تاعك لازم لها 12 ساعه حتى لازم اما يشرب الحليب وحده ولا القهوه وحده فوالا اكزاكت هايدا لازم يسيباري بيناتهم هايدا زيد نروحوا دوك الافطار هذه هي دوك نرجعوا للافطار نروحوا للافطار الافطار عندما ياذن المؤذن واش ندير؟ نشرب كاس فكرني نعاود نرجع للسحور كمل السحور بعد ما نعاود نوليو السحور باش نروحوا باش نحكيو على الفواكه عندي بلاصتهم ما تقلقش راه في السحور خلال السحور في لانوي لانه كاين اللي في السحور يفضلوا يتسحروا بالفواكه معليش تاكل بطيخ تاكل دلع المهم حاجه اللي تكون فريمون عندها اون فالور انرجيتيك تما لي تري كالوريك فيها طاقه ان
باسكو السحور هو الصح اللي يقدر يشدك لا جورني كومبليت. على العكس كما رانا نديرو حنايا بلانديو الحاله كاع في الافطار، بعدا في السحور كاين اللي ما يسحرش صح، وكاين اللي يسحر حاجه خفيفه ولا. ديجا الغلطه الاولى كاع اللي نديروها حنايا نهار الاول تاع رمضان، هذيك هي الغلطه الاولى كاع، احنا ما نسحروش، هو العكس صح. لازم تسحر باش ديماري. داك اللي يتبع السنه اللي يتبع سمحي لي اللي يتبع السنه السحر بركه، يقول لك السحور السحور بركه، السحور هو الصح، السحور هو الصح. دوك نروحوا للافطار، قلت لك تشرب كاس حتى زوج كيسان ماء غير يأذن؟ غير يأذن لا، غير يأذن تشرب الماء؟ ايه تشرب كاس حتى زوج كيسان، كاين اللي يشربوا الحليب سا ديبون. حنا يقول لك زعما كي تشرب الماء غير يأذن تشرب الماء ماشي مليح. تطوي كلشك، كي تشربي الماء دان سولكو هذيك هي الحاجه اللي ماشي مليحه. قلت لي روطار ديجا ضيعت 20 يوم. كي تشربي غير بالعقل ديجا ستان ديتوكس، الا قدرتي الماء هذاك ديري له شويه قارص شويه نعناع صافي بلي زير ثاني. ستان ديتوكس ديجا راح يصلح لك ينقي لك الامعاء تاعك بريميرمون. حوسي نعناع ما جبتوش في اول يوم من رمضان، خليته بقى 10 ايام من رمضان. من بعد ناكل ثلاث تمرات تاعي، ثلاث تمرات دو بريفيرونس باش ندير شويه رابور تاع جلوكوز تاع السكر، نعاود نسمع لي سيلول تاوعي يعاودوا يفطنوا شويه بالسكر، نعاود نفطن. من بعد نروح نصلي ندير شويه فاصل بالصلاه، نروح نصلي هكذا واحد واحد ان كارد دور هكذا تستغرق الصلاه هكذا. دوك على بالك يصلي ويحلب الطابله وعينو غير الطابله يسمع في الغالب تاعك بصح كي يكون كلا شويه يروح يصلي بتأني. كي تروح تصلي لازم يذوق من كلش باش يصلي، باش يصلي مرتاح. شفتوا هذيك هي الغلطه اللي نديروها حنايا، ان شغل كلش على ضربه، من بعد يصرى لنا ان بلوكاج ما نقدروش ناكلو. خلينا نشوفوا ناس وهران احبابنا وناسنا واهلنا اذا كانوا يتبعوا الحميه الغذائيه ولا لا. نقولوا الو الناس وهران مساء الخير. معنا متصل من وهران، مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام، كيفك داير غايه؟ لاباس انت؟ الحمد لله. الحمد لله، كيفك وهران؟ والله الحمد لله. نعم. الحمد لله، نتعرفوا عليك؟ الحبيب الصديق. الحبيب الصديق من وهران، مرحبا بك وناس وهران. الله يسلمك. راك تبع في الحديث مع الكوتش سليمان ياسين؟ انا تبعته هو. سمعت واش قال؟ قال لك باللي لازم كي تفطروا تشربوا واحد زوج كيسان تاع ماء، اما ديروا فيهم القارص ولا النعناع. كنت ديرها هذه من قبل؟ لا لا، شو التمر والحليب. والحليب هذه هي، ومن بعد نروحوا نصلوا، ومن بعد عاد نولوا ثاني نزيدوا شويه تمر. الله يبارك. ايوا نقلعوا. هاو جاب لكم معلومه جديده، قال لكم كي تفطروا تجيبوا زوج كيسان ماء مع القارص ولا مع النعناع، الفائده ديالو انه شغل يعاود يزيد ينقي الجسم من السموم. مليح. الله يبارك. مليح. قلنا ما نطولوش عليك بزاف، سمعت السؤال تاعنا؟ سمعته هو. عندك الجواب؟ الصلح وقلوب. نحتفظوا بإجابتك، إن شاء الله تكونوا الفايزين معنا، تبقى معنا لآخر الحلقة. إن شاء الله. شكرا على اتصالك. يعطيك الصحة ورمضان كريم. شكرا. عاود نولي. قلنا بعد الصلاة كي نعاود نولي نشرب دو بريفيرونس ناخذ بويون تاعي يكون ليجي شوية ماشي عاقل كيما تاع السحور. هكذا. ميم طون باش ناكل حاجة سخونة شوية هكذا. ترطب شويه الامعاء تاعي. من بعد نقدر نروح لي بروتيين دو بريفيرونس باسكو علاش سا ديبون لاكتيفيتي فيزيك، اذا كنت انت تونطريني ولا ما تونطرينيش، الا مارست الرياضه قبل الاذان ولا، لازم لك حصه من البروتينات لازم تدخل للكور تاعك باش تعاود دير عمليه الاستشفاء باسكو صرا هدم عضلي في لونطريمون تاعك. بصح حنا البروتينات نلقاهم في الشربه. بروتينات عندك بلوند بولي، عندك البيض، عندك واش حبيت يعني. البيون داشي. فوالا. لحوم حمراء. فوالا كيما حبيت. من بعد مور هذو تقعد جوج سوايع، جوج سوايع ونص حتى ثلاث سوايع، تاخذ الحصه تاعك تاع الفواكه. طيب كاينه حاجه واحده اخرى، السلطه، السلطه. حنا متعودين السلطه ناكلوها هي حنا الجزائريين ماشي متعودين بزاف على الشربه في رمضان برك اللي نتناولوها بزاف صح؟ كي تكون الشربه في مائده الافطار وعندنا السلطه باش نبداو؟ السلطه بالسلطه ولا تاخذ السلطه نبداو بالسلطه؟ لا لا تبدا بلاسوب تاعك باش تروح لاصالات باش تروح لبروتين لاصالات ومن بعد لاصالات بعد
نكملوا ولا نطرح لك سؤال؟ تفضلي تفضلي. انا حبيت مثلا راني دايره ريجيم وحبيت نقص مع هذا رمضان، هو كل واحد يجي يسقسي نفس السؤال مازال ما لقيت روحي. يعني هل تنصحني باش ندير رياضه قبل الافطار ولا كنوض الصباح ندير سبور ولا قبل ما راح نفطروا؟ انتيا حبيتي ديري جيم حبيتي ندير حاله خاصه لا حبيتي تنقصي هكذا المباشره؟ قلت لك مش عارف كملت نفطر قلت لك كاين ثلاثة حالات خاصة بيا. عندها حالات خاصة ما شاء الله عليهم الكادر تاعنا كامل. لا لا فاروق بيا فاروق فاروق وأنيس وأنيس صح حسام ما شاء الله عليه دبدوب أسامة ثاني معليش نكملوا. هل ندير انني باغي نقص عندك كنت يصير غير يدخل يبدا يصيد في الحالات غير شافوا هذاك جيبولي هذاك جيبولي سا اكزيست دو تيب دونترينمون هذا باش يعرفوا الناس باش كاين بزاف اللي بوزيو لا كيسيون هذه وقتاش نطري واش ديروا كوتي على بالي بلي كاينين بحالتي كيما انا دوك انا نعطيكم بارابور لي تاد سونتي تاعك الا كنت نتايا عند تي ديابيتيك السكر تاعك يهبط سي اوتوماتيكمون ما تنطرينيش قبل الافطار. تنطريني واش يصرى لك؟ يهبط لك السكر تروح تفطر. صح. ما تكملش نهارك، اوكي؟ إلا ما صرات لك شي بوغليسيمي ولا، اوكي؟ إلا كانت الحالة تاعك مليحة وحبيت أنت تشيان، ما عندكش أمراض مزمنة ولا، دو بريفيرونس تنطريني قبل الأذان. قبل الأذان. شنو هو؟ نص ساعة قبل الأذان تكون كملت، حتى ل 20 مينوت. تكون كملت لونطريمون تاعك باش من بعد لا ريكوبيراسيون ما تكونش طويله باش تمتم بعد تريكوبيراسيون يعني ندير سبور وبعد نريح نص ساعه نستنى الاذان نص ساعه هذيك تروح في لادوش كذا يا توجد روحك ديجا وأذن هايدا تفهمها مي الى حبيت نتايا نرك مشيان حبيت تحافظ على لا ماس مسكولار تاعك على البنيه العضليه تاعك ماشي مليح انك ماشي تسمى نقولوا 60% حتى 70% من الافضل انك تدرب بعد الافطار شنو هو بعد الافطار جوج سوايع حتى جوج سوايع ونص بعد الافطار انك هضمت انك ديجيريت باسكو نتا لو كان تونطريني ديريكت مور الافطار الجسم تاعك راهو في عمليه ديجا الوزين راهو يخدم واش راهو يدير او يحلل في المواد او يهضم او يمتص او يدير طيب كي نكونوا صايمين عمليه الصيام راح تسرع من عمليه انقاص الوزن كي نمارسوا رياضه ايه فوالا سيرمون نكون صايم في النهار وندير سبور خير من اللي ندير سبور في الليل وانا شبعان فكره مليحه انت كي تكون صايم واش يتصرى عندك لو ستوك تاعك سيرمون يكون حتى ايبويزي حتى 80% واش معناتها يعني المخزون تاعك من الطاقه تكون استغليت منه من 80 حتى 90% هكذا بل واش السحور من السحور حتى عندك راه شحال رانا نصومو دوكا قريب 16 ساعة يعني من 4 حتى 8 16 ساعة اوكي يكون راك ايبويزي ديجا من 80 حتى 90% من بعدها منين راك راح تجيب الطاقة تاعك راح تجيبها من المخزون تاعك اللي راك مخزنه هنا وهنا وهنا اوتونكوغرا اوكي هذا هو الحاجة الإيجابية انك تمارس الرياضة عندك واحد مخزون وخلاص عندي عندي مخزن حزين سعود حزين سعود تفضل قل لي كاين يزيد فضلك حنا المخزون اللي نديوه بالحركه ياك كيفاش ولا مجرد صيام كي تتحرك راك تحتاج الى طاقه نعم والناس اللي يكونوا عايشين خمول سبات ويرقدوا كاين ميتابوليزم دو باز ميتابوليزم دو باز هذا لازم له سا ديبون كل واحد شحال كاين 1200 حريره في النهار ولا هذا الميتابوليزم دو باز باش انك تعيش برك تقعد وتتنفس هكذا الى شويه نهار اللي درنا العمليه الحسابيه هذيك لقينا ميتابوليزم دو باز شحال لازم له تضربوا في فوا 1.2 1.7 1.6 سا ديبون انت لو تيب دو ترافاي تاعك كوتيديان واش دير انت مثلا راك منشط تجي تقعد ما عندك ماكش تبذل بزاف جهد تضرب فوا 1.2 قلنا هكذا هذا انه 1.2 هذا لا صح قبل ما نقعد انا هنايا المباشر نبذل جهد معليش كاين جهد 1.4 سيدي 1.4 هكذا هذا 0.4 هذايا هذه هي اللي تسمح لك انك تقوم بالمجهود تاعك
طون كو انيماتور ولا بصح كل واحد صديف. كاين واحد يدير لي طرابو فرسي، كاين واحد مسكين حمى، كاين واحد يدير سبور يدير ساعه، كاين واحد يدير مسكيلاسيون، كل واحد كيفاش. هذا نسقسيك على واحد السؤال، بالك كامل الجزائريين يشوفوا فينا. الجزائريين عندهم ادمان على القهوه، بمجرد ما يأذن يروح يشرب فنجان تاع قهوه، اذا كان راجل لازم له هذاك الكوبلي تاع قهوه. حتى حنا يعني في الدار كي نكملوا مثلا الفطور نروحوا نديروا سنيوه تاع القهوه مع قلب اللوز ومع الزلابيه. ظاهره صحيه ولا لا؟ دو بريفيرونس القهوه هي ماشي حاجه ماشي مليحه، ولا حاجه مليحه بصح اذا كان عندك انيفور من بعد. مثلا عباد اللي يصليوا تراويح، كنا نصليوا تراويح في الجامع ولا مام دوكا انا نصلي تراويح في الدار. الى عندك مجهود راك راح تبدلو من بعد، ولا راك راح دير التدريب تاعك بعد الافطار بجوج سوايع ونص. معليش كملت كملت الماكله تاعك، تصبر ساعه تشرب القهوه تاعك. شنو ساعه بعد الاكل؟ إيه. شنو هو 45 مينوت حتى حتى الساعه. كاين ناس ياكل منا شربه حتى معاه مقبلاته. عندي خويا هكا شربه قول لي تاعك. باسكو فيه دو كافيين، كافيين يسرع اصلا يسرع من نبضات القلب ويطلع البيك دانسولين باش تعرفوا هذا، فهمت؟ كافيين. قلت لكم الى عندكم مجهود موراها تشربوا قهوه، ولا ما عندكمش مجهود تقدروا تستغناوا عليها. شنو هو كي تشرب القهوه المشكل تاعها حنايا في طريقه شرب القهوه. الى شربتها انت الى شربتها انت ديريكت انك تدخلين كونتيتي كبيره في الدم تاعك، واش معناتها؟ راك راح تدخلين كونتيتي تاع الطاقه كبيره في الكور تاعك، على بها يزيد تسرع نبضات القلب. لازم تشربها بشويه. كافيين، كافيين منشط ديجا، فهمت؟ سان اكسيتون. هذا قلنا شباب عندنا اتصال هاتفي من مستر عدم، نقولوا الو مساء الخير. مساء الخير. اهلا وسهلا. صح رمضانك. صح رمضانك، رمضان كريم، كل عام وانتم بخير. اي الله يسلمك وانتم زادا. مرحبا بك وبناس مستغانم. الله يسلمك ربي يخليك. ما تعرفوا عليك سيدتي؟ زهره من مستغانم. زهره من مستغانم، مرحبا بك وبناس مستغانم. في برنامج رمضان في الدار معي انا رطفي وفضيله. الله يسلمك ربي يخليك، سلام اخت فضيله. مساء النور، سلام اخت ناديه. ناديه راحت. ناديه تحضر في نفسها. هاي طيب في الكسره في البيت من هيك. الله يسلمك. مرحبا بك. الله يسلمك. الله يسلمك. لاباس؟ كيفاش راهم ناس مستغانم؟ اه؟ كيفاش راهم ناس مستغانم؟ والله الحمد لله بخير. الحمد لله. سمعتي واش كان يقول معنا ياسين؟ خصوص ياسين؟ كنت نسمع فيه. اها انت من النوع اللي كنت غير يأذن تروحوا ديريكت مول الشربه ولا تشربي؟ لا 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 كي يأذن نديروا دعاء وناكلوا حبات مار ابخي نروحوا نصلوا ومن بعد عاد نولوا نفطروا. وفي السحور واش تسحروا؟ السحور تقريبا ما نسحروش بزاف، قليل وين نسحروا. والقهوه تحطوا قهوه ولا اتاي؟ الاغلبيه قهوه. 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 القهوه تشربوها مباشره ولا تخليوه شويه لا وقت؟ لا 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 حتى بعد الافطار، حتى نريحوا شويه عاد باش نشرب قهوه في السهره. بالصحه والهنا ان شاء الله يا رب. الله يسلمك. ما نطولوش عليك بزاف، اذا كان عندك جواب على سؤالنا. صالح اوكروت ملقب صبيلح. نحتفظوا بالاجابه وان شاء الله تكوني فايزين. الله يسلمك ربي يخليك. شكرا لك، رمضان كريم لك ولعائلتك. صحة فطوركم وصحة عيدكم، ربي يحفظكم. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. إذا ياسين، نمط الغذائي ضروري أنه الواحد يتابعه ويكون ثقافة في حياته، صح؟ ملاحظة برك، الناس اللي تشرب الحليب إلى على بالها بلا سورس تاعها، بلي الحليب هذايا طبيعي 100%، يشربوا لا حرج في ذلك. بصح إذا كان الحليب هذا معمر بليزورمون ولا، أنا تاخذوا رأيي غير استغناوا على الحليب هذا، باسكو راكم راح تضروا الكور تاعكم أكثر. فوالا. بالنسبة كاين فئة كثيرة من المرضى، مثلا مرضى الأمراض المزمنة. الأمراض المزمنة كاين مثلا أنا يما وحدة عندها صعوبة باش تشرب الماء، يعني كون ما تقولها شي ما روحي تشربي الماء تنساه. كيفاش كاين طريقة صحية باش تفكر تروح تشرب الماء ووقتاش تشرب الماء؟ وكمية الماء، لأنه يقال دائما أنه الجسم يحتاج إلى ريتين ونص حتى 3 لتر، صح؟ هي القاعدة الأمريكية تقول لك ويت فوا ويت أوز، أوز هي وحدة لقياس الماء. هي تعادل واحد 300 سنتيلتر يعني معناتها واحد 24 تسمى 2.4 لتر. هذا في اطار الانسان يكون عادي، تسمى قاعده.
بصح كي تزيد اون اكتيفيتي فيزيك ولا الا خدمتك متعوبه هاك راح تزيد مينيموم في لونترينمون تزيد اون ان ليتر. وهذه في الايام العاديه. في الايام العاديه. ولا حتى خلال شهر رمضان فاضي. نعم هذا البزوان تاع الانسان. احنا كاين بزاف ناس يلقاو صعوبه كما قالت لك فاضله انهم يشربوا زوجي ثلاثه ونص طول اليوم. ما بالك في الليل برك خلال شهر رمضان الفاضي. كيفاش نقدروا نقسموها هذيك زوجي ثلاثه ونص؟ احنا كاين عباد اللي ما يحبوش الماء ولا ما يقدروش يشربوا الماء. بصح يقدروا يشربوه اون فورم واحد اخرى. فورم دو سموتي. فورم دو جو ناتورال نديرو دي جو كدايا انه يشرب ما او مام طون دير حاجه في بالك الشوربه هذيك اللي راك ديجا فيها ماء هذو كاع يلموا لك قيس زوج دي ثلاثه ونص حتى ثلاثه ايضا دو بريفيرونس هي قضيه اون ابيتود الماء اذا انت ماشي موالف تشرب الماء ديك ديفيسيل بلي تشرب ثلاث ليترات في النهار مي انك تولف روحك دوسمون اي بلا بزاف ناس يخليو وقت السحور وين يكثروا من شرب الماء. ايه تقدر. هذا الشيء يفيدهم باش ما يكونش فيه جفاف طول يوم كامل. تقدر هي انك تلم في لانوي كومبلي من الاذان حتى السحور تلم 3 لترات ماء. كي تلمهم هذو كاع يكفيوك في الرجل. صح بقى لي سؤال. كاين ناس عندهم قد ما يدير نشاط ولا يدير سبور الوزن ديالو ثابت. يعني وين راه الخلل؟ سا ديبون لو ميتابوليزم تاع الانسان. ميتابوليزم تاع بون كاين عده اسباب ما بين الاسباب هذا ما كاين ميتابوليزم كاين ميتابوليزم اكتيف مثلا نشوفوا الكاميرا مان تاعنا الله يبارك بالك يلي نيرف تما يقوم بالحركات بزاف في اوتوماتيكمون انه ما يخزنش باسكو راه تلقى هنا تلقى هنا تلقى هنا اللي جا كاين عباد لو سيستم نيرف تاعهم اللي بيجي خفيف اكسيتي بزاف بزاف اكسيتي تلقاها شغل هكذا مكرر واحد اي عفسه تقلقوا ايه فوالا مال حنايا باين بلي قلبك كبير قلبه كبير لطفي وكذا يا ما حكيتش على بيا يخزن على بيا حطني دايما نموذج واش دير ما هو قال لك صح قال لك الانسان كيما مثلا فاروق باين بلي مقلق على الخدمه وقتاش يحكم الكاميرا لا قال لك خفيف خفيف يحب يزغد معناته يحرق بزاف وانسان سمين معناته كما حنا نقولوا ما يخبيش في قلبه. اه. وسالي قلبه بارد يعني. نو. سالي بو كاين ثاني امراض مزمنه كاين ديابات كاين ثاني هذا الانواع كاع تاع الامراض ما يخليوكش انك تسمع نو. نرجعوا للمياه الماء اللي يعتبر عنصر رئيسي وعنصر اساسي. كاين بزاف ناس ما يحبوش يشربوا كاين ناس اللي يشربوا خلال كما قال لك زكي مخرجنا خلال الافطار خلال السحور يشرب ريتلا ونص تاع ما معليش تشرب ريتلا ونص بصح اسكو قدرت اسكو انت شربت ريتلا ونص قبل السحور؟ ريتلا ونص ما تكفيكش بوندون لا جون كاين اللي ما يطلش كامل على القرعه تاع الماء ايه جوستومون حنا جينا هنا باش نكوريجيو شويه باش نخلو الناس كيفاش تعرف ايوا باش نوعيهم انت عطيت اليوم نصيحه ثمينه جدا ان وحده كان يقول لك بلي كي تفطر ما تروحش ديريكت للماء كل من بعد روح للماء ايه كاين مفاهيم خاطئه مفاهيم خاطئه لكن الناس هم يشوفوا فينا غير يأذن روح شرب زوج كيسان ما على الاقل تعوض الماء لانه ما كاش حاجه مهمه كيما الماء وشربهم بالعقل اقسمهم ياك ايه باسكو المشكل في الصيام هو ماشي الاكل الاكل تقدر تصبح حتى لسمانه ما تاكلش مي بروبليم سي ديزيدراتاسيون الجفاف كي الجفاف عنده صح كاينه نقطه ايضا مهمه كاين انا مثلا عندي بنت اختي مازالها بنت خويا عفوا منال اي توفي على بالي عندها 9 سنين تحيه منال 9 سنين لحد الان هي صايمه 15 يوم قد ما قنعناها افطري تعاند ما شاء الله حتى صح الطفل عنده جفاف يعاني من جفاف جوستومون هذه القضيه رانا صراع فيها انا كان بون كنت نونكادري دراري صغار اذا نونترينيهم كنت ندير لهم كونغ فو ايدوكاتيف وعندي صايمين عندي ان بارون يبعث لي وليده صايم في عمره 7 اون ولا 7 سنين يبعث لي صايم من بعد كل ما يجي انا نفطرو انا نفطر ونشرب له الماء بالسيف هذا حتى جاني باباه قال لي كيفاش تفطر لي وليدي وانا نصوم فيه كذا قلت له هل يا ترى هل انت اعلم من الله صح ربي فرض علينا الصيام في سن البلوغ ياك هكذا صح سبحانه قلت له علاش ما فرضوش علينا في 6 سنين ولا 7 سنين سي بارابور لا جينيتيك تاع لونفون il peut pas ما يقدرش انه يصوم بارابور كيما واحد كبير
راهو في المرحله تاع الكرواسون تاعو في النمو تاعو يحتاج بتاتر دوبل ولا تريبل واش ياكل واحد بالغ ايضا. اما لا ما تقلقوش على ولادكم احنا ندربوهم صح على الصيام ونحبوهم في الصيام ماشي مليح يصوم ماشي مليح يصوم ماشي فتره طويله صرتو الجفاف معليش يقدر يصوم زي سوايع ثلاث سوايع صوموا في الليل كي يكون راق لا يقدر يصوموا يومين في الشهر صح ماشي 15 يوم إيه لا يكلف الله كي تسمعي فيا شتي واش قال لك لا يكلف الله نفسا الا وسعها هذا هي مازال كل ديسيونس عبر مواقع التواصل الاجتماعي المباشر نعم وي 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 وفيها فائده يعني نستفاد منها الحمد لله والله كاين متتبعين بزاف وديجا انا نحييهم بهذه المناسبه كاين بزاف اللي يتبعونا وقول لاودي فيدال وايش سناول انا نمد 3 فوا بار سيمين عندنا بالحد 3 والخميس 18 6 جوست قبل الاذان هذايا صح طبعا. انا بقى لي اخر سؤال ما بقاناش بزاف على العيد من بعد نشوفوا غير نعيدوا نروحوا ديريكتوم ونهجموا على الماكله نعاودوا نرجعوا قهوه وحليب والغدا والحلوى واش تنصحنا؟ انا ننصحكم 6 ايام هذوك تاع الصابرين عاودوا واللي والعوايد تاعكم غير بالعقل سورتو لو طو دو سكر لو طو دو سكر هو المشكل تاعنا حنايا انه ديجا كنا نعيدوا حنا نعيدوا على الحلوى نعيدوا على السكر صح لا روحوا غير بالعقل في السكر باش ما يصركمش هيبريغليسيمي ولا شي حاجه ولا العياذ بالله تحكموا ديابيت بوريان هيداك لي زابيتي تاعكم عاودوا يرجعوهم غير بالعقل لي كونتيتي كلوا غير بالزياده غير بالعقل غير بالعقل غير بالعقل ماشي نهار الاول تبداو في لي بلالور هذوك شكرا لك يعطيك الصحه ياسين رمضان كريم ليك ولعيلتك ونعاودوا نتلاقاو في صباح الشروق ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله موسم جديد صحة عيدكم شكرا عصاركم شكرا جزيلا اذا رايحين احنا على محطه اخرى مشاهدينا من بعدها مباشره راح تلقاوني مع الشيف ناديه لاكمال ما تبقى من أطباق يلا تفضلوا السلام عليكم مثل اليوم يقول اللي راح من المر راح محال تولي يامو واللي طاح من حين طاح محال يعلم قامو وأنا أتمنى أن يعجبكم مثل اليوم وأودي تحياتي إلى عائلتي وصحة رمضانكم السلام عليكم السلام عليكم وصحة رمضانكم إن شاء الله تصوموا بالصحة والعافية قالوا ناس زمان اللي ما ينفع ديروا في المدفع ودفع صحة فطوركم وصحة فطوركم اسقوا حباب في الباب صحة فطوركم آدم من الصيف السلام عليكم معكم داود رايان حبيت نقول لكم هذا المثل الدنيا قش في القش واللي زوخ ويتنفخ يتفش صحة رمضانكم وصحة فطوركم زمان تعرفنا على بعض الأمثال والحكم بأصواتكم مشاهدينا يمكن للجميع أن يتفاعل معنا بعثونا بفيديوهاتكم عبر الانستغرام يمكن للجميع أن يتفاعل مع برنامج رمضان في الدار أرقام تليفون أيضا عندكم تقدروا تواصلوا معنا من خلال أرقام التليفون وتجاوبوا على الأسئلة وتفوزوا بالكثير والعديد من الهدايا ورجعنا لمطبخنا بإمضاء مميز شيف نادية واللي راه يقوم بتحضير الكسرة بطريقة تقليدية شكرا ماما نعيمة شكرا لك هاوليك البواب واش ديري به؟ نسحقوا ايه الكسره تاعي طيب كيما في الشوكولات فين لهنا طيتها في مقله دو بريفيرونس في الدار في الطاجين كي تكون عندهم طابونه الله الله لا هنا برك ما عندناش طاجين انتما طيبوا لها ثلوج و لا حاجه اللي ما تقدر تزيدها قلت لك انا ما فيهاش سلق ما فيهاش معدنوس زدت لها السلق والمعدنوس حاجه مادام ما ضرنيش نقدر نزيدها الريحه ما نحكي لكش راهي شحال مليحه كيفاش راهي تلحق مام اللون ديالها الله يبارك لا قلت لك ثاني تزيد شهي الشريبه تاعي طيب طابت باسكو الدجاج واللحم ما يشدوش الوقت واو هنايا نحي هذاك انا كي نشمها نشم ريحه الرقبه نشم ريحه الجلوانحتين نشم ريحه البلون هنا ضربتني ريحه البلون فولي البلون اش تعرف معنا خلاص لهنا نحي هذا نحي هذاك البوكي فوالا
نرمي لافيرميسيل ديالي نخليها. علاش درتي القرفة عود باش ما يتغيرش لونها؟ صح باش ما يتغيرش لونها. بحال انا درت قرفة غبرة جديدة ما تغيرش اللون. والفلفل يستحسن فلفل ابيض ماشي اسود في المراقل باش ما يتغيرش اللون تاع المرقة. ما يتغيرش اللون لهنا. لطفي قبل ما ندير الفيرميسيل نحي غراس مرقة واش ديري به؟ نعقد به ومن بعد مرقة بعد ندير فيه صفار البيض عصرة قارص مع دروس ونعقد به الشريبة ديالي. اوكي لهنا نرمي لافيرميسيل. طيب شحال قيس لهنا؟ درت واحد النص كاس كبير. الفيرميسيل ما يخافوهاش لطفي. مثلا درت حتى هي تعبك تنفخ. هذه ما تنفخش. انا اول مره درت شوربه درت بزاف درت نص باكر ميتو. هذا الفيرميسيل اللي كنا ناكلوها كنا صغار. الفيرميسيل هنا نرمي شويه ما كاينش حرج. هذه رقيقه. انا قيس فنجان يكفي. قيس فنجان انا درت لهنا كاس هذاك الكبير درت ما لحقتش للنص. كاين اللي يحبها عقده كاين اللي يحبها فوالا خفيفه جريه بزاف. لهنا الكثره تاعي كي طيب من زوج جوايح نحكم. انا عندي هذيك في الدار هذيك الحطبه اليوم ما جبتهاش ان بابي بروبر ونعبز عليها باش طيب لي فريكوتي اللي ما طابتش فيهم. عندك المرطو هذاك الحطبه هذيك الحطبه اللي طيبوا بها اللي طيبوا بها مي حتى طيب الكثره من زوج جوايح ما نعبش عليها وهي ماشي طايبه تجيني معجنه لداخل. ثقبتيها راني شفت قادي ثقبتها وي باش تنفس لا ما طابتش. نزيد نخليها طيب منها. عندنا اتصال هاتفي نخليو فضيله تدي الاتصال. يلا فضيله. الو الو مساء النور. الو مساء الخير. اهلا ام يوسف من ديجل. اهلا بك. واش راكي لاباس؟ الحمد لله. واش راكي انت ياكي مليحه صحه لاباس؟ والله لاباس الحمد لله. واش راهم ناس ديجل؟ راكم ملاح؟ الحمد لله. وناس ديجل لاباس عليهم؟ هم لاباس الحمد لله. مليحه مرضه صافا. الحمد لله الحمد لله. الحمد لله. حبيتي تشاركي معنا في السؤال ديال اليوم ولا عجبتك الكسره اللي راهي دير فيها ناديه؟ لا لا ما شاء الله كسره صحيه ما فين نخدموها احنا بصح كل واحد كيفاش يخدمها. واش تزيدوا لها نتوما؟ كاين اللي يحط لها زعتر كاين اللي يدير لها زعتره كاين اللي يدير لها نعناع كل واحد واش يدير. جيجل جيجل عندهم بزاف اطباق هايله. جيجل معروفه بالطبيعه ديالها ما شاء الله. كاين واحد الطبق ديروه باللفت. الله ما كذب عليك. باللفت باللفت لفت وحتى الحشيشة هذاك تاع اللفت يديروا يطيبوا بها. الحشيشة تاع اللفت اللي يطيبوا بها كسرة تاع سباس. زيت زيتون. نحيي كامل ناس جيجل. جيجل أشهر طباخين حتى المطاعم في الجزائر كلهم جواجل ما شاء الله عليهم. الله يسلمك. ما نطولوش عليك بزاف إذا عندك جواب السؤال تفضلي. والله هاني ما نكتبش عليك ما باليش مني كوبي. عندي 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 عندي. تبعي الفنان القدير صالح قرد. نحتفظ باجابتك ان شاء الله تكونوا الفايزين معنا نهايه الحلقه. شكرا لك. الله يسلمك. معليش خويا نهضر مع الاخت ناديه ولا فضيله؟ ناديه تفضلي هي معك ناديه. لا لا نقول لها درت واحد المره درت القلب اللوز وكي سقيتو دار ربالي. نعم شقال كي سقيتي وش به؟ كي سقاتو ربالها شغل اصبح عاد لطبقتين كما قلت. اوكي تقسم تقسم على زوج طبقات كي عرفتي فيه هو وجاني عاد ملي كي سقيتو ربع كما نقولوا حنا دار القشره هذيك شغل يبس. لا لا ما يبسش تقسم دار على زوج طبقات طبقه من الفوق. تقسم على زوج ايه تقسم لها على زوج. بالك طيباتو بزاف نو الخلل وين؟ قالت لك بالك طيبتيه بزاف. درتي طريقه تقليديه ولا درتي هذاك تاع البن؟ عاد درت على الطريقه تاع الشيف ليلى. شاف ليلى واش دارت شاف ليلى؟ بالميكسور. لا لا حطيت كاس حليب كاس زيت كاس ما ديتوش بالبن درتو بالحليب. بالحليب داكور. انا بوغ ما بالك طاب لك بزاف مي انا ندير تقليديه كي تشقق لك هكا معناتها طاب بزاف. واش شربت تكون سخونه ولا بارده؟ نو بارده. لا هو كان سخون وشربت بارده. شربت بارده درت فيها وهو سخون. ايه نعطيك الحل؟ نعطي لها؟ عاودي عاودي وصفر. سهلة. لازم لك وصفة جديدة. عاودي لازم تبعي وصفة جديدة ولا دخلي للصفحة نتاعنا الخاصة ببرنامجنا راح تلقاي كامل الوصفات اللي دارتها الشيف ليلى ولا الشيف نادية ولا الشيف نوال ولا الشيف نعيمة. إن شاء الله. إن شاء الله. عاودي ولا اثنين مع نادية ومع الطباخين ديالنا نعاودوه إن شاء الله. ان شاء الله باذن الله. بارك الله فيكم وربي يعاونكم ما شاء الله. شكرا لك ان شاء الله تكونوا الفايزين معنا. تشكيله من سواليس ولا ريكامار ولا العمره نهايه الاسبوع راح تكوني ضمن السحب النهائي. تحيه لكل من انضم الينا من جديد. تحيه لكل من يحاول الاتصال والتواصل معنا مازال عبر البرنامج مازال تقريبا ساعتين.
ساعتين ونص. ساعة ونص؟ ساعة ونص. ساعة ونص تقريبا. مازال الحال، تقدروا تواصلوا معنا وتفوزوا معنا بالكثير والعديد من الهدايا. دوكا نجيو للتشرميله نتاعنا تاع الجزر تاع الزروديه. فورتيها غليتيها واش درتي لها؟ فورتها. فورتيها؟ وي. فورتها. هذه اول خطوه. ما طيب بزاف. نص طياب. كي تزيد ماشي نص طياب، ما بقالهاش بزاف. اها. ماشي نص طياب وماشي طايبه بزاف. كي فورتيها واش درتي لها؟ درت لها شويه ملح. برك. درت لها برك شويه ملح. ملح برك. فوالا. سحقوا الدرسها كيما عبالك تشرميله سحقوا الدرسها. على ما تحتاج الدرس تاعك؟ فلفل دريس كنت شمخته ونحيت له الراس ونحيت له الزريعه. راه في الزيت لا ما؟ لا لا الماء شمخته برك. في الماء. فوالا. لا لا الماء هنايا. عندنا الثوم بزاف. الثوم وي. شحال راس هذا زوج ريسان؟ لا لا راس ناقص منه واحد زوج سنينات. راس ناقص زوج. هذا فلفل. فلفل احمر. فلفل عكري. حلو. هذا كرويه. كرويه. لان كنقولوا ترمي نقولوا كرويه. الكرويه ما يستعملوهاش بزاف كبهار. الكرويه يديروها برك في الدواره. مكبوكة وفي الترميلة. فوالا. هي سبيسيال. نديروها تيزانة الدراري صغار. ولا تيزانة. كروية وي. ما تشربي تيزانة غير. جدا. وعندنا هذا المعدنوس. المعدنوس فوالا. تحب بزاف المعدنوس. تحب المعدنوس وتحب ليدام لطفي. وحتى المعدنوس يديروه تيزانة. يشين المعدنوس. يشين وحتى الناس اللي مرضى بالله. يعني سبيسيالتي تيزانة. اللي بداك عنده مادة. راح يشبع تيزانة. ديتوكس لهنايا لطفي نسحقوا المهراز، مي حنا لهنا ما نقدروش نديروا المهراز. شنو هذا جبتي تاع الفل؟ في بلاصه حلوه زيدي شويه. لهنا ندير شويه زيت والمارغرين. لطفي تعطيني مارغرين ماني؟ اكيد ماني. وي مارغرين ماني. هاد الشرميله تحب بزاف ليدام زرديه مشرمله تحلي تجي شويه من يدما. اسمع حاجه صحيه وحاجه نص زيت ونص نقص شويه نقصوا. انيس وبداي ناس انيسو. انيس جاع واقيلا. جاع 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 عجبته الكسره. لهنا خلوهم. اها. كيما على بالنا تشرميله لازم لها المهراز. ندرسوا هذا الفلفل دريس. انا حاسه بلي روحي كتبي لنا كيفاش ديرها. نسلك راسي روحي بلا كليزين. انت اللي جاوبتها بدي شويه تلحقيني. كصبر صنع. يسلمك. في المطبخ لازم نكسروا راسنا، لازم نلقاو حلول دائما. وحار حار كاين يجي ماشي حار؟ هذا حار بزاف هذا المخشين. جبتيه من باتنا؟ جربته في الدار. لا لا كنت شريته هنايا. عندي بزاف ما رحتش لباتنا، توحشتها لطفي. الله يبارك. تحيه كبيره للناس باتنا. تحيه للاهل تاعي كامل، ولاد اختي توحشتهم بزاف. الله يبارك. ان شاء الله يمر علينا هذا الوباء بسلام وامان ان شاء الله يا ربي. توحشت خويا ثاني الكبير. عايشين باتنا؟ وي سامي نادر. ليلى نبيله صوفيا وجولهم. دونك هنا انت عايشه غير انت ويماك؟ انا وهنا وخويا واحد اخر. الله يبارك. اولاد قريب تزوريهم ان شاء الله. ما نقدرش نروح اجا الكورونا. حاضر صحي. واش من عندي؟ هاكي معاوله تخرجي وقيله. اي معاوله تروح لهم كامل وقيله. لهنا حاولت ندرس قد ما نقدر. انا وريت لهم طريقه، هما في الدار يدرسوا بعقلهم. نسيت لهنا الملح. الملح. واش هي اول حاجه تحطيها في الزيت؟ الثوم وهذا الفلفل. درتها هي ولا تبداي بها؟ فوالا. ماشي بزروديه. لا لا بهذايا يتقلى لي شويه ونضيف له زروديه. باش تطلق الريحه هذيك في الزيت كامل. ما نخليهش يتقلى بزاف، على بالنا الثوم كي يتقلى يتحرق. درسها دائما فيها الثوم والملح. انا لهنا حاولت ندرس قد ما نقدر. والكرويه شويه. تريح مليحه مانيه مارغارينه. ريحتها مليحه. كنت جربت بها لي سابلي. انا اول مره نخدم بها الكاطو نحب طيب بها بس كلاص الصحه تجي صفره. من جربت بها لي سابلي عجبوني. انا عاد نديرها مع البوراك كما قالت لنا الشيف نوال. محليني لطفي. قالت لك عباك واش قالت لنا؟ كي تجي تخلي البوراك تزيد الزيت ترمي لها مغرفه تاع مارغارين ماني. ويجي انا البوراك صحي نحب نديروه في الفرن. ما كانش ما كان لازم بدا لازم يجي صحي طبيعي. حاجه كل ما تقليها كل ما تولي مضره للصحه. صح ولا لا؟ صح. تزيدي له كاس تيزانه ما نحكي لك. كاس تيزانه تاع الكرويه. تاع الكرويه من عند فضيله. نحكي لكم تيزانه وماشي بوزلو. المهم تيزانة صحية وماشي ناكل بوزلوف كل يوم. لا لا كل يوم. صح قولي لي حطوا بوزلوف تاكليه ولا ما تاكليهش؟ ناكلوا. قولي صح. والله ناكلوا.
لهنا درت الشرميله ديالي ما خليهاش تقلى بزاف كيما على بالنا التومي تحرق. هنا بيد ما راهي راه لطفي في المطبخ عندنا اعتقد ضيف عبر السكايب. الو 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 مساء النور مساء النور الو مساء النور. ضيفتنا من تونس راح تكون متواجده معنا عبر سكايب. الو نظن انه الاتصال ماهوش حاضر معنا. ماهوش حاضر. في انتظار انه تكون جاهزه ضيفتنا عبر سكايب. نعاودوا نرجعوا لمطبخنا ونشوفوا الخطوات وخاصه تحضير هذا الشرميله. الشرميله وي ابتي فو درتها. قولي لي طوماط كونسونتخي ديرها ولا ما ديرهاش؟ هي في الاصل في الاصل ما يديرولهاش. ما يديرولهاش. الشرميله ما فيهاش طوماط كونسونتخي ما طيبش بزاف ما تقعد لوكو تاعها هكاك. انا ما درتوش درت العكري. كاين اللي يديرها؟ كاين اللي يدير وي. ما انا ما نديرلهاش باسكو ما حاش طيب ما حاش تمرق غير فين يجي الماء يسمى هذيك لا طوماط تقعد البنة تاعها بزاف لاسيديتي. ركزونا فقط على الكسرونه من الفوق باش نشوفوا شويه المقله. على المقله لهنا الشرميله تقلات شويه زدت لها العكري. نبدا نضيف الجزر ديالي اللي قلت لكم كان بخس كيطيب. وهذه طريقه مليحه اللي ما يحبوش ياكلوا زروديه دري صغار لان الجزر فيها انا نحب الزروديه الجزر. الو لهنا نحاول ندخل هاد الشرميله في الجزر ديالي. الجزر فيه بزاف فوائد صحيه وي. وباش نقنعوا دراري دري صغار باش ياكلوا الجزر نديروها لهم شرمله صح ولا لا؟ لا للاسف تقنعي دري صغار ما حاش تقنعيني انا فضيله. ما تحبيهاش؟ ما نحبهاش. ناكلها غاطي برك ماشي طايبه. يقولوا لنا فنانتنا مروه عيسى معاك على سكايب نقولوا لها الو مساء الخير. يا اهلين وسهلين. مرحبا. عسلامة عسلامة. صافا شنو احوالكم؟ صافا وانتوما كي راهي تونس الباهية؟ الحمد لله الحمد لله لاباس الحمد لله. نورتينا ونورتي الجزائر من خلال اتصالك عبر سكايب. عايشك الجزائر بلدي بل انا جزائرية الاصل بابا جزائري. ايه معلومة جديدة ربما كثير من جمهورك ما يعرفش هذا الشيء. بابا من قسنطينة. ايه الله يبارك ما شاء الله. وقولي لنا كون الوالد نتاعك من قسنطينة كيفاش كنت تقضيو في رمضان في تونس على الطريقة التونسية ولا الجزائرية؟ بابا هو يعني جدي من قسنطينة بس هو يعني تولد هون يعني في تونس بس ما شاء الله. جدي قسنطيني يعني. الجزائر وتونس واحد. الجزائر وتونس واحد. بلد واحد. نفس العادات ونفس التقاليد. صح صح. انا نحب انا اكثر متابعيني من الجزائر على انستغرام. لا عندك جمهور كبير. وعملت اول اغنيه. ايه اول اغنيه عملت اعاده توزيع الاغنيه الجزائريه انا لوليه اول اغنيه عملتها في اول ما بلشت في الفن يعني. عملت اغنيه انا لوليه واعطيتيها نفس جديد والجمهور حبها بصوتك. صح. اكيد قولي لنا قبل ما نفوتوا في تفاصيل المهنيه خلينا نحكيو كيفاش راكي تقضي نهارك مع الحجر الصحي المنزلي وحنا في شهر رمضان القديم. الو فنانتنا مروه في رمضان كيفاش نقضيو؟ كيفاش راكي تقضي كيفاش راكي يعني نسمعوا فيك وانت تسمعينا؟ اي نسمع فيك. قولي لنا رمضان كيفاش راكو تقضيوه في تونس مع الحجر الصحي؟ والله الوضع تحسن ما شاء الله عنا ثلاث ايام صفر حاله. إيه؟ استجنا يعني مرحله الخطر الحمد لله الحمد لله ورجعت الحياه والناس كل في الشارع يعني حتى في تونس الكورونا مثل الحلم. شو؟ تم رفع حاله الطوارئ في تونس بسبب كورونا؟ لا ما تمش رفع بس يعني صار هلا كانت ساعة 8 بالليل الحجر صار هلا ساعة 11 بالليل 11 تاع الليل 11 بالليل ولا ل 11 تاع الليل وكل المحلات مفتوحة فتحت المحلات مفتوحة وما شاء الله يعني رجعت الحياة. أنا فرحانة هلا كنت بالطريق زحمة وكل المحلات مفتوحة ورجعت الحياة الحمد لله يا رب. الحمد لله العاقبة لينا إن شاء الله في الجزائر. ان شاء الله ان شاء الله بس انا نخاف ديما نخاف ونقول بلكي الناس ترجع يعني الحياه الطبيعيه وترجع
تتعكر الجو، هذا اللي خايفه منه. ان شاء الله ما قولي لنا مروه كثير ما تجيش فيك واحده ثانيه. مروه كثير من الفنانين اللي كان عندهم فكره انتاج اعمال وهما بالبيت خلال الكورونا، مثل الفنانه اليسا، مثل الفنانه شيرين. حلو. وبالنسبه لك انت يا غاب، الفن من بيتك ولا مازالك تأدي فن وانت في البيت؟ انا هكا نعمل نجمع هكا نقعد نغني، نعمل لايف نغني فيه شويه، بس انه فكره انه اعمل انتاج لا، لانه انا قبل الكورونا رايحه دبي باش نصور كليب تبعي جديد مع شركة إنتاج لبنانية، فصارت الكورونا وقفت العمل يعني، وقفت الشغل وقعدت نستنى لين ترجع الحياة الطبيعية باش نكمل الخدمة. الآن صرنا نلقاو بزاف وجوه فنية صارت تنافس الفنانات اللبنانيات في الطابع الغنائي حتى من حيث الإطلالة. بالنسبة ليك مروة، على من تشتغلي اكثر، على الصوت ولا على اللحن ولا الاغنيه اللي تاديها ولا على اطلالتك؟ الفنان الناجح هو باكيتش، يعني باكيتش كامل، يكون صوره يكون صوت ويكون وزاد فما يعني قوه اختيار الاغنيه، زاد عندها دور كبير انه الفنان يعرف يختار الاغنيه اللي تنجح، والصورة والصوت وكل شيء، كل شيء باكيتش كامل. لازم فنان من كل شوية حاجة باش تخرج باش يخرج للناس وتقبله وتحبه، سواء شكلا ومضمونا صوتا. والفنانين كل شيء نشتغل على كل شيء. والفنانين المشارقة قبلوا مروة في الساحة الفنية ولا فيه نوع من ربما من ردة فعل تهجم من عند فنانين، نوع من عراقيل لقيتيهم في حياتك الفنية خصوصا في المشرق العربي؟ يعني لما يلقوا اسم جم المغرب من دول المغرب العربي يلقى صعوبة شوي، صح؟ لقيت شوي صعوبة من معايا في الشركة، لأنه أنا موقع مع شركة إنتاج كبيرة لايف ستايل ستوديوز، يعني لقيت أغنيتي لأول أغنية عملتها معاهم ساعتك، يعني عملت حد هلا قريب 6 ملايين مشاهدة، فيعني خذيت جاتني هكا شويه انتقادات وكيفاش وجديده ومن تونس وتعمل نسبه مشاهده هكاك والكل، فحسيت فما شويه هيك. حتى ان كان حتى يعني ان كان نجاحك مروه راح يضيف اضافه لشركه الانتاج اكيد، والشركه مبسوطين، يعني ما تصوروش انه الاغنيه باش تلاقي نجاح هكاك، ومعناتها قالوا لي باش نكملوا، معناتها نواصلوا برشا اعمال ان شاء الله مع بعضنا. وانا اصلا من اول ما بلشت في تونس حطيت في راسي يعني العالم العربي، ما عندي هدف، انه حاسه انه حيكون لي مكان في من بين نجوم العالم العربي ان شاء الله، لازم برشا شغل واكيد ومروه اسمها انتاجات وشغل متواصل. مروه قولي لي واش من طابع فني تصنفي نفسك فيه؟ مروه مش مستيل. انا نغني كل شيء، انا نغني كل شيء، نغني تونسي جزائري المصري اللبناني الدلع الطرب كل شيء. ما عنديش ما حتى الاسبانيول نغني، اسبانيول نغني حتى بالغربي شويه. والجمهورك نسمع كل شيء. وجمهورك فاش يحب يسمعك اكثر؟ الجمهور حبني في الدلع، في الجو يعني الخفيف المقسوم. على ستيل على ستيل هيفا وهبي، على نانسي هكا هيفا، الجو المقسوم الخفيف الدلع هيك حبوني اكثر شيء، بس انا نغني كل شيء، معناتها نغني النوع هذا الستيل. اغنيتي جديده هذه اللي باش تنزل. قولي لي مروه، ستيل هذا يحتاج نوع من الجراه، صح؟ صح، باش الفنان يعني يقدر يؤدي هذا، خاصه في الكلمات، في جرأة في التصرف، خاطر مش سهل، السهل الممتنع. أنا بالنسبة لي المقسوم والأغاني الخفيفة السهل الممتنع، ما هيش حاجة سهلة بسيطة. والجرأة في تصوير الفيديوهات مروة، شكون اللي يفرض الأفكار؟ المخرج ولا شركة الإنتاج هي اللي تفرض طابع معين من الفيديو كليبات وطريقة التصوير وحتى طريقة اللباس ربما اللي تختلف عن دول المغرب العربي، صح؟
لا ولا لا مش كتير انا يعني لو تشوف اللبس في الكليب يعني مش اوفر يعني في المعقول احنا نحب نعملوا كليب يعني الناس كل تنجم تتفرج فيه العائلات مش كليب يعني هيك يخليك شوكي لا كليب في المقبول في المعقول وتبدا الفكره من المخرج يقترح الفكره والشركه هي اللي تشوف معناها سافا الفكره تمشي مع الجو اللي احنا الفكره اللي نحب نوصلوها وتصير تعديلات من عندي ومن الشركه هيك نتناقشوا كل ما بعضنا الفنانة مروة تحب اول تعامل مع عادل سرحان وسبعة ما تعاملنا خرجت خدمه باهيه ان شاء الله وكليب الجاي ان شاء الله قاعدين نتناقشوا ما بين انجي جمال ولا فاتي حداد ان شاء الله الكليب الجاي بس تخلص الكورونا تفتح المطارات وروح اصور الكليب راح تصوري في دبي ان شاء الله لانه الاغنيه سجلتها حاضر الاغنيه المره هذه اخترت ستيل جديد مش المقسوم اخترت ستيل اخر باش تشوفوني في حاجه جديده من تراث تونسي لانه تونس معروف عليها تراثها ما شاء الله عليها مصريه مصريه ايه مصريه انا باش نعمل عندي حاجه تونسيه نحب نعمل حاجه تونسيه مثلا نوصلها للعالم العربي خاطر الاغنيه التونسيه منحسها ماهيش قاعده توصل بالكدا في العالم العربي لكن صاروا يحبوها صاروا يحبوها صارت محبوبة في الأوطان العربية بفضل كثير من الأسماء اللي صارت تشتغل عليها. ما فيش قاعدة تشتغل عليها. ما فيش فنانين قاعدة تشتغل عليها. أنا قاعدة خمم طور قاعدة نلوج على الأغنية المضبوطة الحلوة بالتونسي اللي نجم نوصلها للعالم العربي. صابر الرباعي لطيفة تونسية أيضا اشتغلوا كثير على الأغنية التونسية وقدروا أنهم يوصلوها للعالم العربي. صح صح انتم توانسه لما تسجلوا نجاح في دول المشرق العربي فيه لقاءات فيه اتفاق فيه علاقات صداقه ولا كل واحد لاتي بعمله وما يسالش على الثاني في الفنانين التوانسه اي توانسه كاين لوبي فني تونسي ولا ما كانش الحقيقة نحكي بصراحة ما لقيتش في بعضنا الفنانين نحسها كلي هكا مجاملة وباي باي ما انت كهو ما يدعموكش يعني اللي سبقوك في المجال ما يقدموا لكش دعم لا ما جاني انا ما شجعني حد من التوانسه من حماليت وحدي يعني رسمت طريقي لحالي ما شجعني حد وتابعوا اعمالك سمعوا اغانيك ايه اكيد لا اكيد يسمعوا كله فرحانين انه قاعده نقدم بشويه ونحب نفرض روحي في العالم العربي اي فخورين بس انا سلكت طريقي لوحدي الحق ما جاتني ما ساعدني حد ولا وعندك اصدقاء فنانين ولا لا مروه من تونس لا من العالم العربي ككل من العالم العربي من العالم العربي من العالم العربي عندي حسين الديك صديقي برشا عندي في الفنانات ما عنديش برشا في النساء ما في الرجال اكثر حسين الديك وجاد خليفه وائل جسار نحكي معاه زادا خاطر كانت عندي يمكن فما حاجه انا وائل جسار يمكن ان شاء الله. ان شاء الله ينجح المشروع وكل التوفيق لانه خاطر وائل جسار يعني وائل معايا في الشركه في لايف ستايل موقع معاهم وانا معاهم فعم تناقش انه ليش نعمل اغنيه رومانسيه هيك ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اللي يشوف رومانسيتك ويشوف هدوءك يقول انك بعيده كل البعد عن المطبخ. تدخلي مطبخ ولا ما تدخليش مروة؟ لا قولي المطبخ نعرف حاجات بسيطة هكا سهلة حاجات خفيفة أكل خفيفة ما أكل حاجات صعبة أكل تقليدي كل ما نعرفه أكل تقليدي ولا عصري اللي بتحكم فيه؟ عصري هيك حاجات خفيفة هكا بصح الماكلة تاكلي صح تاكلي حبي تاكلي ما تاكلش كراعية تحبي تاكلي تقليدي شو؟ تاكلي تقليدي قال لك تحبي المأكولات التقليدية؟ ايه. تحبي تاكلي أكيد وفي البيت في البيت شكون يطبخ في البيت شكون يطبخ؟ نحب هكا ونهكا أنا ما نعرفش
نعرفش نطيب الحق تاع ربي ما نعرفش نطيب. شكون اللي يطيب في الدار؟ ماما دلتني دليل مش طبيعي ما شاء الله عليها ربي فطول عمرها. تحيه كبيره ليها، تحيه كبيره ليها. نتشهى كل يوم نتشهى نقولها طيب لي الحاجه هذيك، طيب لي الحاجه تبارك الله. ما واش فيها طاوله الغداء الافطار تاع رمضان في العائله التونسيه واش فيها؟ فيها حاجتين هذوما ما يتنحاوش من الطاوله ابدا، اللي هما الشوربه اللي هي الحساء والبريك. البريك تقولوا بريك في الجزائر؟ البريك نقولوا البريك لانه عنابه فيها البريك ايضا. البريك والشربه هذوما حاجتين ما تنحو، السلطه نفس الشيء هذوما الثلاثه، والمنيو برينسيبال اللي هو هذيك ديما يتغير، مقرونه كسكسي روز. قولي لي اصولك جزائريه، اصولك جزائريه، زرتي الجزائر ولا ما زرتيش؟ ما زرتش ولا مرة، ولا مرة. أما نحب نجي إن شاء الله، ولا مرة ولا. أما إن شاء الله باش نجي، باش نجي. أنا كنت باش نجي في مهرجان عم ناول، ورحت انشغلت تصوير الكليب فما رحتش. إن شاء الله السنة باش نكون موجودة إن شاء الله. لا مرحبا بك، مرحبا بك، لازم تجي وتزوري الجزائر من قسنطينة وتروحي حتى الغرب الجزائري. أنا بزاف بزاف، أنا نعشق الشعب الجزائري، والله ما عندكمش فكرة قديش نحبكم. هذا مش على خاطر أنا أصولي جزائرية، لا، خاطر بالحق نحب، نحسكم شعب ياسر تحبوا بعضكم، فما لحمة ومحليكم. وكي تجي تزوري الجزائر راح تزيدي تحبيها أكثر وأكثر، كما الشعب الجزائري كامل يحب الشعب التونسي، وعلاقة تاريخ تربطنا ودم تاني. نحبوكم على الأخر في تونس، بالحق في تونس نحبوا الشعب الجزائري على الأخر، أكثر شعب قريب لنا ونحبوه الشعب الجزائري. لا حتى الجزائريين يحبوا الشعب التونسي، وتاريخ واحد يربطنا أكيد. قولي لنا قبل ما تغادرينا كلمة توجهها لجمهورك باش توعديهم جديد، وإذا كان حبيتي تعايدي عليهم بما أنه العيد ما قعدلوش بزاف. صح. نحب نقول لكم ميرسي على الاستضافه معكم، وانا فرحانه اللي انا حكيت معكم هكا فضفضنا، وانا علاقتي بشعب جزائري علاقه كنحبهم على الاخر، وان شاء الله باش تكون، باش نعمل اغنيه جزائريه ان شاء الله نهديها للشعب الجزائري، ونقول لهم ان شاء الله عيدكم مبروك، وان شاء الله ايامنا في خير جايه، وتبعد علينا الكورونا ونرتاحوا منها ونرجع لحياتنا الطبيعيه، وان شاء الله يا رب ايامنا كلها حب وسلام، وعيدكم مبروك، وان شاء الله نتقابلوا في الخير ونجي الجزائر نزوركم ان شاء الله. ان شاء الله مره عايشه. شكرا لك. واسمع جديدي قريبا، انا نسيب جديدي بعد ان شاء الله اول ما ينزل نبعث لكم جديد ان شاء الله. ان شاء الله حبينا كثير اطلالتك عبر برنامجنا رمضان في الدار، ومرورك عبر قناتنا الشروق العامه. شكرا لك. ميرسي بوكو، عايشك، باي باي. شكرا، تحياتنا. إذا كان هذا اللقاء اللي جمعنا عبر سكايب مع الفنانة الجميلة من تونس الخضراء اللي نورتنا بإطلالتها، وراح يكونوا فيه كثير من ضيوف ينورونا بإطلالتهم خلال برنامج رمضان في الدار. ما زلنا مكملين مع مشاهدينا في استعراض فقراتنا ومحطاتنا، راح نعمل فاصل من بعد وراجعين. فقراتنا الشروق العامة برنامج رمضان في الدار معي أنا فضيلة، معي انا لطفي فضيلة في هذا اليوم. سمعتي فضيلة؟ اها. راكي بعيدة، راكي بعيدة. لا لا ماليش بعيدة. راكي بعيدة. كنت مع ضيفنا اللي يخليه مفاجأة. راكي تخمي في الالتزامة تاع اليوم. لا لا. باينة. ما قصدتهاش. نرحبوا بضيفنا ومن بعد نعاودوا نرجعوا للمطبخ. مرحبا بك شيخ فضيلة. ضيفنا نهار اليوم. اها راكم عرفتوه، ما تديروش عليه الكاميرا، خلوه يحكي فقط. يحكي فقط، عرفتوه. واش نقول لك يا بابا؟ بحة صوت يعني متميزة، أعتقد بحة صوت الوحيدة في الجزائر. مرحبا بك شيخ فضيلة. الله يسلمك فضيلة لطفي، كاع البيرسون اللي هنايا والشيف. الله يبارك. ربينا على طول. عبالك باللي الشيخ فرحات يموت على الشطاطح. قبل ما نروحوا للشطاطح. يحب الشطاطح. نحب التغماس هذاك. يحب التغماس. يلا قبل ما نروحوا للشطاطح، قبل ما تشوف الشيخ فرحات، كنت تتخيلوا احنا طلبات ربما تاع الصحافه كنا نسمعوه في البهجه مع صباح، مع قبل ما يبان في التلفزيون، كنت تخيل قبل ما يبان صح. كنا دائما نسالوا كنا نسمعوا صوته. كيفاش كنت تشوفي في يدي قبل ما نبان في التلفزيون؟ نو كانت عندك بحة صوت. كيفاش كنت نبان؟ كنا قباري تشونغاي نعدي كلمة ضخم. لا لا الله يبارك عليك. حتى جابوا الشيخ فرحات شوفي. حتى جابوا الشيخ فرحات. غير البحة بركة. ربينا على الصوت ديالك، يعني صوت مميز.
الله يسلمك. لا بون لا راديو سي تو دا لا بروميير دي شوز تاع اللي يقدم سي لا فوا. صح. سي تري امبورطون، فوا فوا كي عندك صوت. المطر والغيوم والجو كئيب خلال شهر. اسمع من فرنسا الجوية دي فو دي فو نقول لهم غير شمخلو بها. على جال هذيك اللي حبك المشاهد. نستقبلوا أول مكالمة هاتفية مع الشيخ فرحان. ألو ألو. ألو. مساء النور. مساء النور، لاباس؟ الحمد لله، واش راكم انتم لاباس؟ والله رحمة ربي. منين الاسم ومنين راكي تعيطينا؟ نعيط لكم من باريكا ولاية باتنا. الله يبارك، بلاد نادية. نادية الله. هذا هو كان تذكر في سيرة باتنا. أم حمزة. الله يبارك، ربي يحفظ لك حمزة إن شاء الله. يعيشك ربي. كيفاش راهم سكان باتنا؟ كيفاش مع الحجر الصحي؟ تخرجوا ما تخرجوش؟ والله ما عندنا خرجة يعني الحقيقة. يخرج الزوج يقضي الحوايج ومن بعدها قاعده في الدار يعني وش يخصنا كلش هو يجيب احنا ما نخرجوش كي انا كي الاولاد. الله يبارك. عندك واحد من الاولاد ممكن يربح سيزيام ولا انتقل مباشره بعد عندي طفل يقرا سنه اولى متوسط دوكا طالع للثانيه متوسط. الله يبارك. وعندي طفله سنه تاع بكالوريا. ان شاء الله تجيبوا. راهي فرحانه كي داروا لهم الباك في سبتمبر. كيفاش جاها الخبر تاع الباك؟ عن بالي عن بالي هذاك هو. فرحت ولا كانت حابه تجوز هذا؟ لا لا عجبها الحال يعني عجبها القرار هذا راهي فرحانه به. كاين اللي ما حبوش كاين اللي ما عجبهمش الحال. كاين اللي ما لا عجبها الحال. وعلى لا كاين بزاف ما عجبهمش الحال لاخاطرهم موجدين روحهم ومن جا الصيف يحب يقول يدير لهم شغل انكاتور. صح. هذيك لاكاتور يقدروا وكاين اللي ما بريباراوش روحهم ما خدموش مليح يقول لك هذيك هي الفرصه باش يعاودوا يرطرفون من جوي اوت سورتو قعدنا في هذا الحجر الصحي هذا سي سور ليه لا عرس لا والو حب يقول يقعدوا يطالعوا ويرجعوا هذه هي النمط هذه هي استعري بيا خلاص هذاك هو شفتي كيف حرصت على بنتها باللي بنتك ما رجعتش مليح ما رجعتش لعلاج وما رجعتش هاك عمرتها لنا هاك عمرتها على بنتها فرحت قالت له هديه قولي لنا قولي لنا بنتك راهي تدخل الكوزينه ولا ماش تدخل؟ نعم هي تدخل الكوزينه نعرف دايما بنتك والله معايا هي تدخل الكوزينه وتقرا في الليل ولاباس واش طيب لكم دير لي كراتا حاجه خفيفه دير زيتون فوق السلاطه طاجين الحلو دير لي كراتا دير دير طاجين الحلوه دير بيتزا دير كل شيء الله يبارك خليها تقرا خليها تقرا ما تلقيش عليها بزاف الخدمه ماني اسمها كي تحب هي يعني شوفي البنات ما تنفعهم غير قرايتهم في هذا الوقت قرايتها هي سلاحها عندي هي وخوتها الكبيره خوتها الكبيره الله يبارك شيرجيان في باتنا اي ما شاء الله ما شاء الله عباك نورمالمون يديروا في السلك التربوي ضمن البرامج يديروا ماده الطبخ للسيدات للنساء البنات باش عموما يتعلموا طياب كي تروحوا لدارهم على مليح في الليسي في الصيام صيام وليسي يديروا يديروا مادة الطبخ درك تما كي باريكا هاي الطفلة هذه يعرفوها يجوا الخطاب واقيل يقول لك الطفلة تقرا مليح وراح تجوز الباك وراهي مع يماها في الكوزينة ويماها تعلم في الطبخ كيسكو تي بو افوار ميو كو سا يا حبابي يعني درت في رايك باش ما رجعتش مليح وراهي فرحانة لا 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 باينة باللي شادة بالقراية تاعها ما ليسونسيال على كل حاجه يجوز الباك ان شاء الله هي يعني نورمال ما كل حاجه في بلاصتها كل حاجه كل حاجه في بلاصتها الزواج في بلاصته الزواج في بلاصته والقرايه في بلاصتها والخدمه في بلاصتها انا نشوف نورمالمون يديروا لهم ماده في الليسي تاع الطبخه نطبخوا لان كاين ما يسعفهاش الحظ ما تكملش البكالوريا تروح للتكوين المهني دير طبخ تكوين مهني او ما تكون عندها قاعده في الابتداء في السيام وفي الثانوي يتعلموا الطلبه الجامعيين الشباب كيروحوا للجامعه عباك الهم الوحيد تاعهم هو واش هو المطبخ يتعلم كيف يطيب البيض كيفاش يقلي فريد نورمالمون يعطي لهم قواعد في الليسي يحضروهم ويجدوهم يدير اوميات ماذا ما نطولوش عليك بزاف ما نطولوش عليك بزاف اذا كان عندك سؤال جوابنا تفضلي عندك جواب الو عندك جواب السؤال تاعنا جواب تاع السؤال هي بنتها تملي لها في الجواب صالح اها اسمعي شوفي اذا مرجعة مليح دروسها بنتها ولا لا تطرحوا عليا ولا نقول لك الاجابه مباشره عاودي يعطي لها السؤال فضيله نعاود نذكره السؤال يقول شكون هو اللي مثل دور البطوله في مسلسل فقر مونتال
الله أعلم صالح أوغروت. احتفظوا بالإجابة إن شاء الله يا ربي تكوني بالفائزين أم حمزة من إن شاء الله تكوني من الفائزين بتشكيلة من سواليس ولا تشكيلة من ريكامار أو حتى عمرة إن شاء الله تدخلي في السحب الأسبوع الجاي نهاية الأسبوع عمرة من عند وكالة الأصفار شهرة. شكرا على اتصالك، تحية كبيرة ليك ولكامل عائلتك في باتنا. عيشك ربي يهنيك. شكرا ورمضان كريم. أعيذكم وربي يهنيكم. ربي يهنيك. شكرا شكرا. نعود ونرجعوا لضيفنا. لا نعود ونرجعوا للمطبخ. للمطبخ. ضيفنا مازال معنا. شوية نلتحق بكم وننضم للشيخ فرحات وفضيلة، لكن قبل ذلك نشوفوا ورانا لاحقين في الطياب. شريبة طابت رودية مشكورة. شرميلة على إخلاص وجدت. وجدتها معسلة الله الله لو تفكر فيها. ريحتها يجي منها الله يبارك. وش نوع الخضار اللي نقدروا كامل نديروهم تشرميلة؟ هي اون جينيرال يديروا جزر صح انا في الدار نديرهم عندنا بات الجزر يقبل الشرميلة القرعة تجي مشرملة ثاني. وش عندنا ثاني؟ بطاطا. البطاطا مشرملة ثاني. هذه الخضار سؤال مهم. كاين خلينا من الكبدة قالت لك الكبدة. لا لا كاين الكبدة كما تحبين اللحم شوفوا ديروه في المقلة خلط يولي كاين هذاك اللي يقول لك يطيح خشيك كوكوا بطاطا وما يجيش حاجة. لا لفت اللي يلعبها بطاطا في الطعام اللفت يديروه مشرمل ما يديروش هو الوحيد اللي قال لك ما عندوش حتى فائده في غير الوغ في فوائد كبيره في فوائد كثيره 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 جدا اللفت هو غني جدا لا تقدري توظفيه في كل اكلات اللفت على كيفاش المرقه باش تجي عاقده سكرت جي حبه لفت جوستومون شربه بيضاء كاين انا نطيب انا بابا الله يرحمه شاف كويزين ونطيب نطيب انا نطيب قال لي بلا ما بداو قدوا كي قال بلي لفت لازم سكرت جيها وعادي عرفت بلي ندير شطاطه عندي خاص تيش كاع كاين شي ناس ما حملوهاش قدام وعلى بعد هو جاب لي ربي جاب لي عبد على بالي لا 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 كلامنا نقول لك واش هي سبيساليتي تاعها تيزانه تيزانة هذا شحال تدير؟ قولي واش تيزانة؟ تاع الكروية؟ لا عاد نوض ماشي غير كروية هي دير كروية تيزانة لا جبرا انا سمعت باللي فاضيلة دير لك محاجم غادي نسمعك كذبوا عليك كذبوا عليك الشيطان جاي نجيب لك يلا خلينا نرجعوا عندنا تشرميلة عندنا الخبزة واجد الخبزة واجد مازلنا غير الموخيتو تفضلي مخيطو كانت فاديلة طلباتي قلت لك اليوم منو من طلب فاديلة تطلب تطلب فاديلة شفتوا انا كيف خيرتكم اول مرة فينا صحية المرة الجاية تعطينا المنيو وحلوة كيما نادية يعيشك يحلي ايامك حبيبتي بزاف الكسرة برك انا خيرتها جات هاي دار احد لنا تيزانة تاع مخيطو تيزانة تاع قلت لك وين كاين تيزانة هي لهنا لو جو تاعي ساهل ماهل كيما قلت هنايا باغي نتعلمو عندي حبة قارص كبيرة ولا صغيرة زوج حبات قشرتهم حتى نحيت لهم كامل هذاك البيض هذاك البيض يطلق المرورة ما عنده حتى فايدة القشور خبيتهم مي حاولت نحي كامل الابيض نحيت لهم العظام اللي لهنايا وهذاك الخيط الابيض ثاني نحيه حبة لهنا تاعي كبيرة هذه خدمة دقيقة نحيته لهنا صحيح ندير خمسة ملاعق. ما تبعش مقشر واجد منقي. ماشي بزاف. شحال دير السكر؟ نعم حندير خمسة ملاعق. ماشي بزاف. ما انا بصح حريت لها ونص هادية. على بالك الخدمات في الجزائر ناقصة بزاف. لو كان نقول المشرق لسوريا الشقيقة تحية كبيرة لأشقائنا السوريين، تحية كبيرة للجالية السورية المتواجدة في الجزائر، عندهم واحد الخدمات رهيبة. في السوق نتاعهم القرعه يخويها لك ينقيها لك يقشرها لك تروح تشري فيونداش تحطها لك يعمرها لك او داير طابوري وداير تلقاه داير يطيبها لك لا يعطيها لك يطيبها لك يخوي لك هذا ان دل على شيء فلان المراه الجزائريه عظيمه تخدم كل شيء خلينا بصح تسهلوا عليها شويه انتم ما تحبوش المراه الجزائريه لا لا المراه الجزائريه كبيره من تفتحها فاضله لا لا تفتحها انا غلطتني واش راني نقول انا انتم انا واش راني نقول كيفاش يطيب راني نخمم في المراه الجزائريه قال لك شوفي كيف نخمم في المراه لازم خدمات نزيدوا نعاونوها نكملوا لها بصح هذا ان دل على شيء الجزائريه هي اللي حامله كلها كبيره للمراه الجزائريه حبينا ولا كرهنا صح انا نقولوا احنا حبينا نسهلوا عليها كي رحتوا ليترونجي بدلتوا عجبتك زعما ماشي عجبتني حبيت نسهل عليها لا بلي كاين خدمات بزاف يسهلوا غلطني انا كي رحت المراه الجزائريه كر مالا من غدوه كي تروح تقبل المدام ديرها كلش منقي هالو مدام لطفي يا زوجتي المستقبل واش راح يقبلك
كبيره كلش غير هي غير كبيره ليه غدوه بالزمان عرف ان شكون في تحيه كبيره ليه اذا راه يشوف فينا راه يشوف اكيد تحيه كبيره ليه مني انا لطفي خاصه ليه ونرجعوا للخيطوم تاعنا حسبنا احنا خبات على الخارط كبيره درت لها 5 ملاعق كي قال لي بزاف سكر درت 4 ملاعق برك كاني سمعت لك ونقص ملعقة ها هي خدمه نقصي سكر نون المخيط يجي بزاف عاد تشربوا بلا سكر لهنايا النعناع خيرت رطبه نحيت لها كامل رطبه كاع نحب النعناع فيه بزاف درت 5 ملاعق 6 انا درت رطبه كامله خلينا وحده خلينا بها بال مازال عندي باش نزيد باش نعطيها له ليه عندك كثير على رطبه تاعك اسمع لازم صوتو ديالي لازم لها تشونغاي تريكو بياض يقول لي عنده بنات للزواج يدير نعناع هكا عندي طفله يزوجها لازم يدير عندي طفله راح نزوجها انت زوجتها الطفله انا ما عنديش بنات عندي ما عندك غير طفل عندي انا جبت جبت عروسه عبك كأنه بنته يعاملها كأنه بنته ما شاء الله تحية كبيرة لها تحية الزوجة الكريمة نتاعك تاني واسمها زين واحدة واسمها إلهام واحدة واسمها زينة ما شاء الله ما شاء الله زينة وشو نغني غني غني ما شاء الله ربي يحفظها ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله خليت لك نعناع على وصفي لهنا انا ما نديرش الماء كاين اللي يديروا الريتل تاع الماء كامل الريتل تاع الماء كامل انا لهنا ندير شويه ماء لا شويه برك قسما نميكسيه يولي لي ان كونسونطري تاع الموخيتو ومن بعد واش ندير نصفيه تري تري بيان لهنايا كي نصفيه نزيد له سوا الماء ريتلا ما سوا نزيد له الفيشي انا نحبه بزاف بالفيشي ولي غلاصه يحب بزاف لي غلاصه هو بالفيشي اصلا فيشي لا لو غازيفي لا خاطر فيشي سي اون فيل دي فرنسا حنا كاين بوهارون لي لو غازيفي كاين بزاف لو غازيفي موزايا تبارك الله موزايا حاجه روعه المياه الغازيه وفيشي سي اون فيل في فرنسا واسمها فيشي وحنا راحت الحاجه راحت الحاجه ما خلونا نقولوا تاع بلادنا موزايا موزايا نميكسي لو جو ديالي وقلت لك نصفيه مليح ونحبط بيان بالمغرف ومن بعد سوا نزيد له ريت لاما هو حتى ريت لاما ونص نقدروا نزيدوا له لهذ الكميه كم نقدر نفرغ هاد لو كونسونطري في الكاس تاع الماء ديالي نزيد اون بون كونتيتي تاع لي غلاسون ونكمل بالموزايا هذه كي ما نحبش نزيد الماء كي نحب نزيد الماء كاريمون كي نصفيه نزيد له ريتلا ولا ريتلا ونص ماء ونزيد له وريقه نعناع ولا الخونش تاع النعناع ونديرو يبرد ونشوفوه في طبق تقديم لطفي عطشت وانا ثاني ما فيه لا كولورون ما فيه طبيعي طبيعي النعناع القارص نقيها نعناع والماء قد ما تنقصوا السكر مليح وموزايا وانا فضيله اللي فينا الشحم مليح لينا هذا ينقص لنا هضر على روحك هضر على روحك يلا اذا المشاهدين تنضم الى يدك صحه ناديه راح نضم الشيخ فرحات وفضيله نرحبوا به من جديد الله يسلمك الله يسلمك لطفي تبارك الله فيكم انا كي سمعت الاخر قلت له غرا سافي كاين غون تو بليزير بليزير لينا والله فيكم مره نفرحوا كي نزيدوا نشوفوك وندوا من هذيك الطاقه الايجابيه اللي فيك لايف وي فو تشوك تو كي لا في د ليسبوار فوك الانسان يعيش بالامل في الدنيا هذه صح وباش دير بلي انا خلاص ولا انا خلاص والو يفو سورتو رانا في وضعيه صحيه عالميه ماشي جزائريه والجزائري لابد شد الامل هذاك فيه لانها غدوه لازم تعاود تربلون الاقتصاد الجزائري لان درنا الكونفينمون هذا هم زادوا طولوا فيه 15 يوم حتى 30 لازم الجزائريين برك كيما يسمعوا واش يقولوا لهم يقعدوا في ديورهم ماذا بهم يفيتوا باش يخرجوا ولادهم لبرا شوفي الناس يخرجوا للعيد ما العيد ماهوش مساله العيد احكموا بديوركم وديروا الكونفينمون تاعكم والله غير 15 يوم غير نقضوا على الكورونا بزاف ماهوش مامنين بهذا ماهوش مامنين كاين شي ناس انا والله المخ يحبس وزاد اخر من ما سمعنا انه فرنسا نحاول حجر كليا هذا الشيء اللي زاد بالك بزاف ناس هاي ليك احنا نو ديروا جاب لي ربي انا كنا على 3 ومن بعد رجعوا على 5 الناس حسبوا في بالهم باللي خلاص قضينا عليه هي الدوله كي دارت الخمسه بالسهل على الناس والناس واحد اخرين حسبوها باللي خلاص ما كانش سي فري وهذا الفيروس هذا سي ان فيروس انفيزيبل ما يديبلاصاش هو حنا اللي نديبلاصيوه حنا اللي نعطولو لوكازيون باش كيفاش شيخ فرحات هو يديبلاصي للناس اللي ما يشوفوش عبر التلفزيون قناة الشروق يسمعوا عبر الأثير وإذاعة البهجة. إذاعة عندك إطلالة مميزة ما نسمعك في البهجة. في البهجة. حتى مع الشروق عنده إطلالة. مع الشروق أنا سايب شوف سوتو في هذا الوقت
الجزائر راه باش كاع بولادها. واعتقد شيخنا قناه شروق هي اول قناه اللي خرجتك للشاشه، اول نشره قدمتها في التلفزيون هي على شروق. درت مع السعيد العلمي. السعيد العلمي عندها فقط في 98 نشرة جوية. درنا ان تيلي ويكاند، تيلي ويكاند لو ان تي في، بصح سانا با دوني على ماشي كيما شفت. ماشي لا ميتيو سانا با دوني، لو سيستيم إلا با دوني ذاك الوقت مازال الدعوة أركايك، وين ما تقدريش تكسبريما كيما نكسبريمو بالدارجة هكذا، لازم العربية ستكون السماء والرياح ستهبوا البحر الجميل. أنا نقول لهم بحر طابلة زاكات. أنت أبدعت في تقديم النشرة الجوية من خلال خليتها عفوية. الآن ما نلاحظه في تقديم النشرات الجوية أنها ما زالها في طابعها الكلاسيكي، ما زال ما خرجناش من ربما من الجو تاعها تاع الثمانينات أو السبعينيات. أنت جيت يعني شوفوا راكم في التنشيط وتعرفوا كيما نعرف أنا، شوف النشرة الجوية واش فيها؟ فيها ثلاث حوايج، فيها تو دابور لانفورماسيون الإعلام، تقول لهم واش كان رايح. لا سيكوند شونس فيها لا بيداغوجي، الناس تتعلم منك، توري لهم صورة ولا تقول لهم على حاجة ولا طبيعة ولا على البيئة. تستفاد منك. وفيها ثالثة شو ميتيو. دي لي تروا شوز، سي اون ابليك با لي تروا شوز ما درنا والو. أنا كنت بزاف اليوم يقدموا في النشرة الجوية وكأنهم يديروا حصص على البيئة. سورتو البيئة لأنها المستقبل تاع الكرة الأرضية هي البيئة، وإحنا عندنا مشكل كبير 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 مع البيئة. بسبب البيئة، البيئة يعني جات من وهذه لوكازيون باش نبدلوا طبيعتنا. هذه كورونا يقول لك جا مصيبة بصح والله غير جا باش ينبدلوا. واللي يقدم النشرة الجوية لازم يكون يعرف الجغرافيا الجزائرية كاملة، كامل المناطق تخصص. خراطة وش هي اللي يميزها؟ خراطة لي غورج، خراطة لي غورج وخراطة معروفة 45 في التاريخ، المساكر تاع الويمي 45 خراطه معروفه في هذه. والمناخ نتاعها كيفاش يكون؟ مناخ تاع جبال البابور. بالضبط على خراطه. لانه عندنا اتصال خراطه. لا خراطه جبال البابور، جبال البابور معروفين اللي يفصلوا ما بين الهضاب العليا والبحر الابيض المتوسط من المنطقه الشماليه تاع الاخر البابور، كاين بجايه وكاين جيجل حتى لسكيك وعلى الجنوب. هذه كاع معلومات عندها المعنى المدينه. ندوزوا مكالمه هاتفيه ونختبر ثقافه الشيخ فرحات. اتصال من خراطه ونقولوا الو مساء الخير. مساء النور، اهلا وسهلا. مساء النور، واش راكم؟ مرحبا بكم، لاباس؟ لاباس الحمد لله. صح رمضان، كل عام وانتم بخير. الله يسلمك وانتم بصحة رمضانكم. صوت شوية. تعرفوا عليك؟ مريم من خراطة. مريم مازال ما نطيش ولا راكي زحفانة؟ هضري شوية فور. مريم. أنا فرحانة. مريم يا مريوم علي فقط. أنا تعبانة مع الكوزينة بالك. تعبتي يا. لا راني فرحانة بزاف كيفاش. الله يسلمك، حنا ثاني فرحانين ونحبوا بزاف ناس خراطة. الله يسلمك. دوكا راكي انا نسمعوا فيك مليح. قولي لنا مريم، مزوجة قاعدة في الدار، عندك ولاد عندك؟ راني مع الزوج وفي البيت وهذا مكان. الله يسلمك. تحية لزوجك الكريم، تحية كبيرة ليه ولكامل عائلتك. راكي طيبة يتشرط شوية ولا لا؟ لا نطيبوا اشياء تاع المنطقة معروفين بها و أشياء شربة. وش هي الأشياء تاع المنطقة اللي معروفين بها؟ عندنا احنا شربة، عندنا البوري، عندهم الفريك. الفريك شربة فريك. الفريك فريك حمراء. والزوج تاعك يتشرط في الماكلة ولا ما يتشرطش في رمضان؟ لا ما يتشرطش. ياكل واش تحطي له ياكل؟ كلش. وانت تسقسيه قبل ما تطيبيه ولا طيبي برك؟ نطيب برك. واللي جات ياكلها؟ ما شاء الله عليك. ويدخل الكوزينة ولا ما يدخلش؟ ما يدخلش. لا لا والو. الكوزينة والو غلطية، ما عمره ما سيك يطيبك شي حاجة ولا؟ لا ما يطيبش. وكي تكوني غايبة، كي تكوني غايبة ما يسلكش راسه كاع؟ ساعات يسلك. ايش يسلك؟ واش يدير؟ فار اكزومبل هاكي غبتي على الدار وراح للفريجيدار ولقى الخضرة ولقى اللي لازم، واش يدير؟ شوية بيض وشوية ايه كاع نعرفو نديرو كاع بيض يقليه ولا يغليه. تتعب دير روملات بصح كاين فرق بين تقلي وتغلي. ايه الاكثر هو اللي يغلي. انا نعرف نغليه خير. هو اللي يقلي هو اللي صعيب. يقلي ولا يغلي؟ يقلي. والله برافو عليك وما يتحرقلوش. قولي لي اهم شيء احنا نسى كي يخلص رمضان يكافئك بهديه ولا كيما يقولوا ملح؟ صح ايه كاين بكري كي يكمل رمضان الزوج يروح يكافئ مرتو ملح طعام يعيطوا له، يشري لها كادو، طرف قماش، طرف قماش، طرف قماش، يجي دوكا يجيبوا كيد فلور.
بوكي تاع الورد. ايه بوكي تاع الورد عنده بوكو سيمبول. صح صح. إيه. يديرها ولا لا لا؟ يديرها يجيب لها بوكي تاع الورد. انا علاش قلت لك هكذا؟ لانه بزاف رجال راهم يشوفوا فينا هاو قريب لحق العيد، ما تقولش باللي هذيك المراه زعما راهي قعدت راهي تطيب لك الواجب ديالها. نو هي صح من الواجب أن المرأة تطيب راجلها، لكن أيضا لازم على الرجال اللي يشوفوا فينا كي يلحق العيد تروح تشري المدام ديالك تيلا كادو تيلا. لا لا ولا يعطيهم يعطيهم لها هي تشري. اه ولا يعطيهم لها تشري. قالكم الحل. وقل ما عندوش الوقت. حيت ما نخرجوش يشري هو وخلاص. ما عجبوش الحال زوجها واقيلا ممكن ينقطع لي الاتصال. ممكن ينقطع. ما نطولوش عليك قبل ما يقطع لك الاتصال. عطينا الجواب، عطينا الجواب على السؤال. صالح وبرود. ان شاء الله تكوني من الفايزين ان شاء الله بتشكيل التواليس ولا ريكامار، ولا ان شاء الله تكوني من الفايزين معنا بالعمره مهدات من عند وكاله الاصفار شهره. شكرا على اتصالك. تحيه لزوجك ولكل عائلتك. صحه عيدكم. شكرا شكرا. احنا فاضله ما عندناش ديك الثقافه تاع الورود، والورود حجاره رمزيتها ربما عندها. صح، المرأة الجزائرية يكفي أنك تقولها صحة أكثر خيرك. صح صح. يكفي أنك تطيبها بكلمة. ولا ولا كما قلت يعطي لها دراهم. إيه هكا يا مخلوقة. يعطيها دراهم وقال لها ماهوش عارف واش هي حابة ولا هذاك يعطيهم لها دراهم سيميو. هذيك هي الهدية تاع شهر رمضان. شو الريستور خلص. لا لا ماشي خلص. لا لا واش. لا لا ماشي خلص. هذو خير. ماشي كما الهدية اللي يختارها الزوج. صح. تكون عندها معنى. معنى خاطش شوف المرأة تاعك هي اللي تعرف واش تحب. واش الماكله تاعك واش كيفاش القعده تاعك. مره لازم كيما قلت ورده طبق ماش قرعه ريحه. يلا خلينا نسقسيو على الزوجه نتاعو الماكله كيفاش في الدار. هذا صافا الحمد انا كنت سمعت في الراديو انت ماشي من الناس اللي تشرطوا بزاف. اه والله ماني مشرط. ما انا شوف انسان تقعد الشربه تاع البارح ناكلها غدوه من داك الكسران تخد تخدم في الدار. ما نشيش تكسر من برا. واش نزيد نقول لك شلاضه ان بتي با ريزيستانس ولا قعد زيد يقعد يخدم داك. انا في رمضان الكم وين ندير اقتصاد في رمضان بارابور الفطار. من المفروض هذا هو اللي لازم يكون في رمضان. صح هذه هي دي فوا انا كنديروا الكسره بزياده وجاي كاين جيران تمد لهم تصدق زوج كسرات كسرات سخونين ديرهم في سلبيتها. الله يبارك. هذه هي شهر رمضان. وشهر رمضان شهر عباده شهر تضامن شهر شهر الخير. شهر الخير نفكروا الناس اللي ما عندهمش. صح وماكش مقلق. لا لا والله الحمد لله. انا النهار تاعي يبدا من 6 تاع الصباح نوض على 6 تاع الصباح بصح نرقد بكري من 6 ونص نخرج 7 راني في الراديو راني ندير الخدمه تاعي توعيه البيئويه 7 تاع الصباح. صباح اليوم الصباح سمعتك عندك هاي هاي. وبعند ملتم نروح للتلفزيون ويجد النشرات نبري في البنات هذوك الاخر. انا ما سمعتك الصباح سمعتك مع امينه زيري. مع ما كنتش مع امينه زيري كنت مع واسمو مع من؟ مع زوج بنات. لا 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 ما عرفش ندير لي ما عرفش ندير لي هذاك نو هذه خلي لي نلحق لك مازال هذيك وقتاش هذيك مازال هذيك بين الخمسه والسته. ها انا ثم سمعتك هذيك احنا هكا واسمها لي ميسيون احنا هكا. جلال نوجه تحيه بوعكاز وكمال بوعكاز شيخ فرحات. انا حبيت نقول لك باللي نجاحك هو من قوه حبك للاختصاص اللي قريته ربما اللي هو الاحوال الجويه. في هذا الوقت ولينا نشوفوا اي واحد ولا يحب يكون مقدم حتى لو كان ما قراش هذاك التخصص. مثلا ما قراوش هذاك ما قراش هذاك يعني لكن المطلوب انه الانسان يكون قرا هذاك التخصص باش يبدع فيه. لا وحتى يكون عنده مستوى جامعي. على الاقل يكون عنده مستوى جامعي باش يقدم باش يفهم. لا عندي انا زوج بنات سهام واسمها عادله صحفيات مستوى جامعي وهذا هو المطلوب انه كل انسان يكون في المكان المناسب. وانا نعطي لهم كاع الاخر المعلومات اللي لازم يتعلموهم الجزائر باكمالها جبالها مناطقها. انا نقول لك هكذا لانه تلاقيت مع بنات قاريين تخصص في الجامعه اللي اسمه الارصاد الجويه. لكن ما لقاوش فرصه في تقديم نشاط. ما كانش مدرسه اللي تكون في هذا التقديم. تقديم محلي رانا قرينا تقديم تلفزيوني. نعم مي تقديم تاع الاحوال الجويه باش اختصاص في هذا لانها عندنا انا ماهوش غير الاحوال الجويه ثاني كنت نتخصص فيهم باش يديروا التوعيه البيئويه ولا المشاكل البيئويه كما اليوم كانت عادله مرابط دارت موضوع مهم
مهم على البيئه. البارح كان موضوع تاع لي فيلي اللي ابوندونهم الصيادين في البحر، واش الاثار تاعهم على النباتات والحيوانات في البحور. اليوم دارت الموضوع على الناس اللي تحرق الزبل هذاك، وما على بالوش بلي تلوث اكثر، لان هذا الدخان هذاك يقدر ياثر على الصحه تاع المواطن سورتو في شهر رمضان. هي الصحه والبيئه، صحة والبيئة يمشيوا مع بعض، يمشيوا مع بعض. انا حسقتك هذا السؤال، كاين اللي يقول لك مثلا فيروس كورونا ينقص مع ارتفاع درجات الحرارة، مازال ما سابايتي بروفي بلي ينقص ولا يزيد، مازال سابايتي. وكان يقول لك على حسب لادي ان دي تاع الشعب، كل واحد كورونا هذا كوفيد 19 هذا ما يعرفوا منه والو، اي فيان دو ديكوفري هذا ما عرفوا منه والو. كون يعرفوه كون صابوا ان فاكسان، ما كان لا دواء لا والو. لو سول ميديكامون اللي كاين هو سي لو كونفينمون. الشيخ بصح ما يعرفوا منه والو، الدرك راهم يبعثوا باش يا ربي من العام الجاي ولا يكون فاكسان. صح، حبينا نعرفوا على هذا درجه الحراره اللي كان شهدناها منذ ايام، لحقت حتى 32 في مناطق اخرى، لحقت 40 وكثر من 40. شيء عادي هذا؟ شيء عادي مش عادي، لانها العالم كاع يعرف مشكل، المشكل هذا احتباس الحراره. احتباس الحراره هذا المشكل اللي بداوا فاقوا به العلماء ابتداء من 1990 1995، بداوا يشوفوا يلاحظوا باللي المناخ تاع الكره الارضيه بدا يتغير، بداوا يشوفوا لي غلاسي هذوك تاع القطب الشمالي بداوا يذوبوا، وبداوا لي بونكيز ينقصوا كل عام، لي غلاسي هذوك ينقصوا. وعلى بالك واش رافدين الماء هذوك لو كان يذوب كاع هذاك الثلج والجليد هذاك يذوب، على بالك النيفو تاع البحيره لي سوسيون لي مال يطلع ما بين 60 الى متر. تعرفي بزاف الجزر في المحيط الهادي ولا المحيط الاطلسي وحتى هنا في البحر الابيض المتوسط يتغيبوا ويروحوا، حتى بعد البلدان ينقص المساحه تاعهم، لانها كيما لا هولندا يعيطوا لها لي بيبا، تكوني تمشي تشوفي بابور عقب هما ربحوا اراضي على البحر. حب يقول هذو كي سون مناسي بار لو نيفو تاع لي زوسيون كي يطلع. لوس كي فيه هو الاحتباس الحراري سي كوا؟ سي كيما نقول لك الخدمات اليوميه تاع الانسان مع السيارات هذولهم، كاينين طيارات لهم كاينين، وعدد السكان اللي راه دوك على 7 ملايير اللي في بدايه القرن الماضي كنا 2 ملايير ورجعنا 7 ملايير، والنفايات اللي راه نجريو فيها اللي ديش نجريو هذو كاع عطروا. والغابات تعرفي بلي الغابات برك. قبل ما نروحوا للغابات نستقبلوا مكالمه هاتفيه ونعاودوا نرجعوا لك الشيخ فرحات. الو الو، مساء النور. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معاكم ايه مشلف. مرحبا آية، مساء النور. حاضركم، وكل عام كل عام وانتم بخير. الله يسلمك، دي تاني رمضان كريم، كل عام وانتي بخير. مرحبا آية. أما جهة مشلف الشطيار رادار واد الفضة. واد الفضة وين؟ في السونتريفي في المركز. سونتريفي من جهة الرادار. الله يبارك. كيفاش راهي رمضان، كيفاش راكم تجوزوها في شلف؟ تسمع من التلفزيون. الو، نقصي برك، نقصي برك من فضلك، نقصي من صوت التلفزيون، سمعينا من الهاتف باش نسمعوك مليح. انا مع الحجر الحمد لله، خلاصنا قتلو. ايه انا مع الحجر الحمد لله، نتمنى ربي يرفع علينا هذا الوباء، الوباء والبلاء ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. قولي لنا آية، واش ديري في حياتك؟ نقرا في الثانويه شعبه علوم تجريبيه سنه اولى. سنه اولى، الله يبارك. انتقلتي للسنة الثانية، حسبوكم من الفصل الأول والفصل الثاني. إيه. كنتي خادمة شوية؟ أه؟ كنتي خدمتي في الفصلين. وشنو والله ما سمعتك. معلش، روحوا هذا السؤال، سؤال تاع القراية كاع ما تسمعوش. ما تطولوش عليها بزاف، نروحوا اللي جابتها. عندك جواب على سؤالنا؟ نعم. تفضل. البطل على ما أظن هو صالح أوكروت. سجلنا اسمك، ان شاء الله تكوني من ضمن الفايزين معنا ان شاء الله. بتشكيله سواليس وتشكيله من ريكامار او عمره من قبل مهدات من وكاله اصفار الشهرة. في نهايه الاسبوع راح يكون السحب. شكرا على اتصالك. نرجع للشيخ فرحات. فهمت المشكل عالمي هذا الاحتباس الحراري، ودوك لابد الجزائري سي لوكازيون مع هذا الكورونا باش نبدلوا طبيعتنا. تعرفوا بلي كل دقيقة، حبيت هذه باش يعرفها المشاهد، كل دقيقة في العالم
ليكيفالون تاع ان ستاد دو فوتبول اللي تنحرق، شكون اللي تنحى؟ ايماجيني واش تحرقت الغابات في الشجر تنحوا في غابه امازون هي البومون دو لاتير. استراليا بحرت ليكيفالون تاع مساحه البرتغال هذا العام. روسيا لا توندرا تاع روسيا وين الغابات لي غروند فوري في لا سيبيري تاني مساحه كبار تاع غابات. وتعرف في شجره كل شجره يعيش منها ست حيوانات، حب يقول سوا حشرات ولا طيور، ستة عايشين منها. الوغ ايماجيني ان تي بو، ديري في بالك واش راح يصير لو كان. هذا هو اللي يخلي راح نشاهدوا الاعوام اللي جايين الجفاف، راح نشاهدوا الفيضانات لو كان ما نبدلوش طبيعنا، ما نعرفوش كيفاش نصرفوا مع الطبيعه هذه، نكملوا في هذا رب النفايات وين جات التبذير تاع المياه. نبدلوا يعني فيهم، نلاحظوا الناس حق الربعة الخمسة تاع العشية يقول لك ديغوتي تجيب التوي ويبدا يفرزيك في الكودرون، ما على بالوش باللي الماء هذاك راح على أعوام ينقص، راح يصير حروب على المياه. صار حروب ديجا، بدات حروب على وادي النيل ما بين إثيوبيا وأيضا عدة بلدان كالسودان ومصر على جل الماء، لأن إثيوبيا حبت تدير باراج قجمن هو في هذيك المنطقة، قالت لك أنا تاني كنسحق الماء والواد هذا وجاي من عندي كي دير باراج. هي كامل صراعات ومصر، صراعات الدول كانت لأجل الماء، و90% تاع سكان مصر كاع عايشين مع طرف الواد، صح، كذلك السودان كاع عايشين طرف الواد. ايماجيني هذوك يحبسوا الماء بس قال لك احنا نستحقوا الطاقه من الطاقه وما تري باش يسقوا الارض الفلاحيه. قال لك عندنا المجاعه، اثيوبيا 100 مليون نسمه، مصر 100 مليون نسمه. شوف فرحات حبيت نسقسيك سؤال ايضا، يحكوا لنا جدودنا مثلا بكري كان كيطيح الثلج ما يخلصش من الجزائر، لكن هذا الموسم ما شفناش ثلوج، ما شفناش ثلوج. هذا هو اللي راح بدك، هما كانوا يقولوا باللي عندها 10 سنين كانوا يقولوا باللي ما بين درجه الى 3 درجات المعدل الكره الارضيه، ما بين درجه الى 3 درجات. لاحظوا درك ماهوش ما بين درجه الى 3 درجات، لاحظوا ما بين 3 درجات الى 6 درجات، لو دوبل وقل يزيدوا لاحظوا اكثر، لانها كل عام رانا نحطموا بعد الارقام القياسيه فيما يخص درجه الحراره. ماهوش غير هنا في اوروبا، ديجا اون 2003 هذيك لي 15000 مور 15000 موتى على جال الحراره اللي طلعت في فرنسا، فرنسا فقط ما نهضروش على اسبانيا، ما يحملوش السخانه هذيك وما كانوش جاهزين. حتى العوام هذو جهزوا روحهم. حنا نعطيك اخي تشفاو عندي 20 سنه 20 ولا 25، شكون كانت الدار اللي فيها كليماتيزر في الجزائر؟ صح. دوكا ما كانش دار ما فيهاش كليماتيزر. صح. ما كانش دار. الله يحب يقول لابد نبدلوا طوابعنا، الطبيعة تاعنا هادو اللي التصرفات تاعنا مع الطبيعة، نعطوا الأهمية للشجرة، لازم نغرسوا الشجر قد ما نغرسوا، لازم نستحفظوا على الماء، لازم النفايات، لازم المرأة تبدأ من الدار تاعها. دير تري سيليكتيف ريكيبيرو، لابد كاين بزاف صوالح، وحنا في الشروق رانا نديروا حس صغير على هاد الشيء باش ننبهوا المواطن باللي الخطورة اللي لا احترام البيئة. الخطوره المستقبل، لانها مستقبل واش راح نخلو كجزائر، لانها العالم كاع راه في فلو كما يقول لك في بابور واحد. حنايا لو كان كل واحد يدير واش لازم يدير، والله نقصوا شويه. مي الجزائري لابد تكون عنده هذاك ليكوسيس ليكو سيتوينتي، لابد يكون درس في المدرسه على هذا البيئه، على اهميه الشجره، اهميه الحيوان، الطيور هذوك راهم ينقرضوا كل عام ينقرضوا. حتى في المنظومه التربويه والمنظومه الجامعيه لازم يولوا اهتمام كبير بهذا التخصص، دراسه الغابات او الزراعه او الفلاحه. نشوفوا مثلا في تخصصاتنا الجامعيه ما كانش حتى الطلبه ما يولوش اهتمام لهذا النوع من التخصصات. مش انا كنت ندير دي كونفرنس الحمايه المدنيه، كاع المدارس تاع الحمايه المدنيه كنت ندور عليهم، تاع تجري بالعباس، تاع ام البواقي، تاع افلو، تاع هنا برج البحري، فهمهم كيفاش يديروا الحقيقه الغابات كيفاش تكونوا في الصيف وعلاه، لانها درجه الحراره تكون مرتفعه، نسبه الرطوبه، وكذلك العمل تاع الانسان، وكيفاش الرعود كيفاش تتكون، لانها رياحها سخونه نعطي لهم بعد المعلومات الاساسيه باش كي يكون لوفيسي تاع لا بروتيكسيون سيفيل يعرف المناخ تاع الجزائر، لانها هو العمل تاعو
هو يحارب الكوارث الطبيعية باش يكون ويساهم باش يسلك المواطن في سواء في الفيضانات سواء في الزنازل سواء في الكوارث الطبيعية. والمشاهد يحب يعرف خصوصياتك شيخ فرحات في الدار كيفاش؟ المزاج نتاعك كيفاش؟ بعد ما بعد الفطور واش دير؟ مع الكونفينمون نقعد في الدار ما نبوجيش. نشرب قهوة أتاي. قهوة أنا قهوة جيب. قهوة. جيس مال الفطور. قهوة وكمية قلب اللوز وأنا قاعد أنا مقصرين ونحكوا. والتلفزيون بون ساعة عندهم تلفزيون واحد وأنا عندي تلفزيون. صح. أنا بالي ما ميديا. هما يتبعوا بالمسلسلات أنا جيم بيان نتبع لي ديبا بوليتيك سوا ترونشي سوا هنايا. باش نطلعوا امتي واش راه صاير في العالم باش نشوفوا وباش نغنوا روحنا باش نوجدوا روحنا الغدوه من داك واش عندنا نظره عامه واش راه صاير في العالم. قلنا شيخ فرحات هذه درجه الحراره راح تستمر بزاف ولا تعاود ترجع لا لا دوك رانا في الربيع مازال الصيف ها مازال فاضيين مازال الصيف هذا الربيع برك لا لا الربيع نوم ان شاء الله ديامات هادو تقعد في 24 25 هي حراره فصليه ماهيش بنادم رانا في الربيع الحمد لله مع الصيام والحمد لله جاء افريل جاء فيه المطر جاء الله يبارك خاطش على بالك من 15 ديسمبر ل 15 جانفي شهر من 15 جانفي 15 مارس فيفري مارس الكحول ما راحتش ربي ما فيه غير الخير رزقنا بالمطر هذا موضة افريل من الغرب الغرب اللي كان والو الحمد لله صح عودة تحيات والله عودة تحيات انا قصرت مع فلاحين قال لي والله غير كانت سفره حتى خضرت الحمد لله باش تشوفي عليه يقول لك بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا من الماء كل شيء كل شيء جرى المطر عاود تحيات الدنيا الزوج يزوجوا الطيور الحشيش شي عجيب على قلت لك لابد الناس تكون واعيه خاصه على التبذير تاع الماء ماهيش مساله الشحه ولا تاع البايلك ولا الناس كاينش في الجزائر مازال في الجزائر ناس دير 5-10 كيلومتر باش تصيب الماء صالح للشرب وكاين اللي عنده في الروبين يحلو يبدل فيه ولا يقمتو ويبدا يغسل في الطروبين 1000 لتر تاع ماء باش يغسل الطروبين تاعو والماء رايح هكذاك حرام عليهم هذه اللي حبيت نقول ان شاء الله يكونوا يستمروا ان شاء الله ان شاء الله لانها انا جو بروفيت اسمحوا لي جو بروفيت دي بلاطو تيليفزيون سواء راديو ولا باش لازم باش نجوز هذا هو دور الاعلام والله العظيم هذا هو دور الاعلام وعلى بالي هي هذا هو دور الاعلام نرحبوا بكل واحد يمد رساله نبيله في التلفزيون شكرا لك شيخ فرحات حبينا بزاف مرورك معنا بارك الله قبل الختام شوفوا شاف ناديا وراي لحقه الله يبارك عندك صراحه شوفكم جينا صايمين انتم قدامك مرحبا بك ان شاء الله بالفطار عيطي عرضوني بالفطار مرحبا لطفك سمعت وقالك عرضوني في الفطار شاي الدعوة شبح الله يبارك واو ودارت يعني البطلوعة هذيك المطلوعات ايه هذه جبتيها من الدار وي هذه راهي تمشيها سختي معايا تاعك سختي الله يبارك يبارك في العافية شحال من وحدة درتيها لنا؟ وحدة زوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة 10 11 12 13 14 15 16 يعني هذيك الغرفية تاع سميت دارت لنا 16 لا لا هذو كاين اللي درتهم الصباح اوكي درت كشف الأسرار لا لا أنا نخمم عليك عمي غرمان باش كان عندي وحدة وحدة عاملك الأسرار تاعنا وهذيك أنا في الحساب يا أخي أنا في الحساب حفلة يديها أنايا و هذيك لا كونتيتي صغيره خرجت لي 6 حبات 6 انا درت معقوله هذا يقدروا يديرهم خبزه كبيره يقدروا يديرهم صغار على هكا كيما يحبوا شريبه بيضه كي تشوفي فيها الله 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 يبارك كبده مشرمله كبده مشرمله هذاك لطفي واقيلا مشرمله مأسله الله الله كي تشوفي فيها والمخيطو حواليك وجبه تقليديه شيخ فرحات وجبه صحيه والله غير مليحه صحيه اقتصاديه وبيو وكاين غير الخضره نزيد نوصي المواطن باللي اللحم ماهوش مليح عينه اللحم اللي كونسيريجان صح والله العظيم صح. ياكل صح ياكل قطعه شويه باش يفو با طرو ما بيجي نفيد مشاهدينا من خلال اطباقنا ويستفادوا ايضا من خلال الهدايا التي تقدم نهايه كل حلقه كما وعدناكم مشاهدينا لحقنا الان عمليه الفرز عمليه الفرز كاين يا كاين كادنا لهنا هذه ما تكون غير كاميرا خفيه نجبد اذا عندنا واحد ريكامار دينا واحد ريكامار دور راسها شكون ام حمزه من بيتنا خطيره يا ام حمزه من بيتنا من بيتنا ام حمزه من بيتنا اللي فازت معنا بتشكيله مهداه من قبل ريكامار
ونزيدو نروحو لهيك نجبدو ثلاثة سواليس. وقد جبدو تاع باركة. نعاودو نجبدو باركة؟ إن شاء الله. جبد أنت يا شيخ فرحات. هيا بسم الله. بسم الله. أنا غوشي يا. وفي البالو ثاني غوشي؟ غوشي وي. مريم خراطة. مريم من خراطة. خراطة ألف مبروك تشكيلة سواليس. مجموعة من مواد تجميل مهدات من سواليس. يلا أجبد لطفي. الثاني ثاني سواليس. أم يوسف من جيجل تشكيلة سواليس. أجبد الثالث. ألف مبروك. الثالث هو الأخير. مستغانم. زهرة من مستغانم. زهرة من مستغانم. زهرة من مستغانم. ألف مبروك مجموعة زهرة من مواد تجميل مهدات من سواليس. خراطة. خراطة مريم من خراطة. وباتنا. وكامل هذه الأسماء راح يعاودوا يدخلوا للفرز نهاية الأسبوع باش إن شاء الله تكونوا من الفايزين بالعمرة المهدات من وكالة الأصفار شهرة. تحية لكل من حاول أن يتواصل معنا ما قدرش أن يحكمنا. ما زلنا مكملين معكم طيلة شهر رمضان الفضيل. ينعاد عليكم بالخير والصحة والهنا. تحيات المخرج زكريا اليوم معنا. زكي. نشكره ضيفنا اللي نورنا بحضوره. والله غير شرف كبير اللي جيت معكم أنا يا وجي باسي مون ميساج على كل حال وقصرنا وشفتكم. سينو كتبوا كسبنا شفتك اليوم. قناه واحده وما نتلاقاوش وخاص كل واحد وين الوقت تاعو. كسبنا شفتك يعطيك الصحه اللي جيتنا. شكرا لك. بارك الله فيك. ورمضان كريم ليك وكامل عائلتك. وتحيه للزوجه الكريمه. وتاني مادام بكم تكون في التنشيط مادام بكم البيئه دي يفو تعاونونا يفو تعاونونا. ان شاء الله باذن الله. لان يد واحده ما تشفق. صح عندك الحق شيخنا. الله يسلمك. لحقنا الختام فضيله يعطيك الصحه. للنهايه يعطيكم الصحه الناس اللي عم يشوفوا فينا تهلاو في بعضكم وتفكروا دائما باللي هذا رمضان ديروا الخير قد ما تقدروا لانه هو شهر الخير ماهوش شهر الماكله. صحيح. هو شهر العبادات وشهر الخير. نتلاقاو غدوه ان شاء الله في نفس التوقيت وايضا في نفس القناه قناه الشروق. انتظرونا في امان الله.